السلام عليكم 2020، إن شاء الله تكونوا بخير ودراستكم ماشية تمام. أنا زميلكم بدرية ناجي من دفعة مجد سنة ثالثة، وإن شاء الله مكمل معكم بسلسلة مراجعات محاضرات الإنترو لمادة الفاينل. وصلنا لمحاضرة 16 واللي بعنوان مقدمة للبحث العلمي، إن شاء الله حنراجعها سريعا. وهي سهلة، وزي ما عرفتوا الدكتور حكى لكم إنه هي open book تعتبر، بس هذا لا يعني إنه أنتم ما تمروا عليها أبدا. الواحد يكون فاهمها عشان يعني لما يواجه السؤال يعرف من وين يتأكد من جوابه بالمحاضرة. فبسم الله نبدأ. نتذكر إنه الـ steps of research، أنا بدي أجي أعمل بحث له عدة خطوات. أول إشي إنه أنا بدي أحط سؤال، تمام، أبلش فيه بحثي. بدي أعمل تصميم كيف بدي أجاوب أنا هذا السؤال، تمام، study design. بدي أتأكد إنه الستدي تبعي التصميم اللي أنا عملته عشان أجاوب سؤالي هل هو دقيق، هل هو قابل للتطبيق على أرض الواقع. وبدي أخذ approvals من عدة أطراف هلأ حنشوفهم. بدي أطبق الديزاين بعد ما أتأكد أنا من هاي الشروط اللي حكيناها بالنقطة الثالثة. وآخر إشي بدي أنشر النتائج اللي بتطلع معي من دراستي، تمام. نتذكر إنه في types of learning، نوعين لأنه أنا الدراسة أو التعليم أو التعلم أنا المعلومات اللي بأخذها. في problem based learning، أوكي، وفي research based learning. the problem based learning إنه أنا واجهتني مشكلة أو واجهني سؤال وبروح أدور عليه بالأدب الطبي، بالأدب يعني غالبا إحنا الطلاب هذا بنستخدمه، إنه أنا معلومة ما بكون بعرفها بروح أدور عليها بالأدب الطبي وبلاقي لها جواب. research based learning إنه أنا واجهني سؤال هو مو موجود بالأدب الطبي، ما حدا عامل عنه بحث من أول، ما حدا عنده الجواب، بالتالي أنا بدي أعمل عنه بحث عشان أوصل للجواب. الفاليديتي والابليكابيلتي والابروفلز. الابروفلز لازم اخذها من عدة اطراف. اول شيء لازم انا كريسيرشر اكون عارف انه طريقتي صحيحه وطريقتي قابله للتطبيق، ولازم في عندي عده لجان تعطيني الموافقه عليها. في عندي الايثيكال كوميتي اللي هي اللجان الاخلاقيه، ساينتفك كوميتي اللجان العلميه، الفند كوميتي اللي هي اللجنه اللي بتمول للمشروع تبعي او بحثي، والادمنستريتيف كوميتي اللي هي اللي بتوافق، اللي هي انا اطبق بالمكان اللي بدي أعمل فيه بحثي بتوافق لإني أعمله فيه ولا لا. وتذكروا إنه لازم أضل أعمل planning ومانجمنت طول الستيبس تبعون الريسيرش تبعي، تمام. لازم أضل متابعة ومديرة البحث بشكل صحيح. how to propose for research، لما أنت بدك تيجي تقدم تعمل بحث، أوكي، وبدك تقدم للجان الكوميتيز اللي حكينا عنهم، في عنا لجان الأخلاقية، لجان التمويل وما إلى ذلك، بدك تقدم لهم طلب، تمام. هذا الطلب research proposal بسموه لازم يحتوي عدة أشياء. لازم يحتوي عنوان بحثك، لازم يحتوي أهم نقطة، الفكرة الأساسية أو المشكلة الأساسية اللي أنت بدك تدرس عنها، الـ goals والـ objectives، شو الأهداف اللي بدك تطلع منها من بحثك، أهمية البحث هذا، تمام، مدى أهميته عشان تقدر تقنعهم فيه، detailed literature review، شو صار أبحاث عن هذا الموضوع قبلك، تمام، عشان أنت تورجيهم أنك أنت ملم بكامل الموضوع وفاهم كل شيء نعمل معه، وأنك أنت قاعد عم تعمل بحث جديد حتى توصل لنتيجة مثلا مختلفة عن اللي صار، يعني لأنه لو كانت مثلا متشابهة مع قبل شو إلها فايدة، أوكي. فهي تذكروا أنه لازم يكون عندك detailed literature review، detailed methodological approach، أنه أنت التصميم اللي قاعد بدك تطبقه شو حتعمل بالضبط اثناء ما انت تطبق بحثك، الاكسبكتد اوتكمز، شو انت متوقع تطلع معك نتائج، انتبهوا انها اكسبكتد اوتكمز مو شرط النتائج النهائيه تطلع نفسها، والانفستيجيتورز اللي حيعملوا معك البحث. تايبس اوف ميديكال ريسيرش، انواع البحث في المجال الطبي، تمام. في عندي بيسك ريسيرش، اوكي، يعني مثلا لو بدي اجي اعمل دواء يا اما بعمل له بيسك ريسيرش او انيمال ريسيرش. شو يعني البيسك ريسيرش؟ اتذكروا انه انا هذا بعمله باللاب، تمام، هم عبارة عن اللاب ستديز، وبيكون على أربع مستويات. ممكن يكون على مستوى الكيميائي أو الحيوي، ممكن يكون على مستوى المولكيولر ليفل اللي هو مع الإنزيمز مع الريسبتورز، ممكن يكون على مستوى الخلية السيلولر ليفل، ممكن يكون على مستوى نسيج. طبعا هذا لما يكون على مستوى نسيج، أنا هون ممكن أضطر إني مثلا أقتل حيوان عشان أخذ هذا النسيج، أو أقتل يعني أسبب أذى للشخص عشان أخذ منه هذا النسيج، فهذا بتطلب أبروفل، طلب ethical approval حتى أنا أقدر أخذ isolated tissue level، حتى أعمل isolated tissue level. فلو مثلا أنا هون حطيت سؤال مقترح إنه لو أنت اضطريت بدك، لو من هذول الأربع مستويات شو اللي بتطلب ethical approval منهم هو ال isolated tissue، أوكي، تذكروها. الأنيمال ريسيرش إنه أنا بدي أجرب الدواء أول إشي على حيوانات
قبل ما أجربه على على بشر، أوكي؟ بس حتى إنه لما بدي أجربه على حيوان لازم يكون مضبوط بعدة معايير. مين بتحددها؟ بتحددها اللي هي لجنة أخلاقيات التعامل مع الحيوان، أوكي؟ بتعطيك موافقة بناء على عدة معايير. أول إشي لو في عندك بديل مثلاً تاني، تمام، إنه مثلاً أنت ما تجربه على حيوانات، بتحدد لك شو نوع السبيشيز اللي بتستخدمه، شو الحيوان اللي تستخدمه، تمام؟ مثلا لو كان عندك فار او كلب، الكلب مثلا بعلاقته بالانسان هيك يعني علاقه اقوى من علاقه الفار. يعني انت مثلا لو تيجي تقتل الكلب عشان انه تعمل عليه بحث، هذا الشيء بيسبب يعني اذى لكثير ناس، تمام؟ انه بيحكوا لك لا ليش تعمل على الكلب، انهم يعني علاقتهم فيه منيحه، تمام؟ مش زي مثلا الفار، الفار ما حد حيهتم لو انت عملته على فار. النمبر اوف انيمالز بيحددوا لك عدد الانيمالز، انه مثلا ما يكون كثير قليل وما يكون كثير كبير، انك انت يعني تستهلك كثير حيوانات عشان بحثك، وبرضه ما يكون قليل بحيث انه كمان تطلع نتيجة بحثك دقيقة، اوكي؟ الـ Animal Identification Methods بيحددوا لك انه يعني يوافقوا لك انت شو الطريقة اللي بدك تحدد فيها الحيوانات، مثلا بدك تربط شبرة عليهم، هل بدك تغزهم بإشي مثلا حتى ما تأذيهم، شو بدك تعطيهم أدوية وكيميكالز، شو ممكن تعرضهم مثلا لألم، اوكي؟ ومثلا procedures to monitor and to minimize the distress، انك شو ممكن تستخدم لهم حتى تخفف لهم من هذا الالم او هذا الاذى اللي انت ممكن تسبب لهم اياه. المونيتورينج اند فيترينري كير، انه انت لازم تضل مراقبهم ولازم دائما توفر لهم رعايه، اوكي؟ حتى ما يعني مثلا ما يموتوا. فيت اوف ذا انيمالز، شو نهايه بحثك، انت شو حتعمل بهدول الحيوانات؟ هل هم مثلا حيموتوا يعني حيكونوا ميتين، او انت هلا حترجعهم على مكانهم؟ السيفتي اوف انفستيجيتورز، لازم كمان يتاكدوا من انه هذا البحث على الانفستيجيتور، على الباحث نفسه، ما في اذى، اوكي؟ هذول اتذكروا هاي المعايير اللي بتطلع عليها لجنه معايير لجنه تعامل اخلاقيات التعامل مع الحيوانات حتى توافق لك على بحثك. في عندي إشي برضه لازم يكون موجود بالسيرش بروبوزل. لما انت تيجي تقدم ريسيرش بروبوزل لازم تحدد لهم الانيمال ريسيرش، لازم تحدد لهم البين كاتيجوري اللي راح يواجهه الانيمال. في عندي عده بين كاتيجوريز. كاتيجوري بي اللي وقتها مجرد ما تاخذ الحيوان من بيئته وتيجي تحطه بقفص عندك في المختبر، هاي تعتبر كاتيجوري بي. كاتيجوري سي اللي انه انت مجرد ما تعمل عليه فحص او اي تدخل بس ما في بين في معاه. كاتيجوري دي انه انت بتعمل تيست او بتعمل انترفنشن ومعاه الم، بس انت بتستخدم معاه مخدر مناسب وهو ما بحس بالالم. كاتيجوري اي انت بتعمل انترفنشن وبتسبب له الم، بس في عندك خيارين، يا اما انت المخدر بياثر على نتيجه البحث فانت ما بتقدر تستخدم مخدر، او انك انت بتستخدم مخدر بس هو ما عم بفيده، يعني هو ما عم بخفف له الالم، تمام؟ هاي كاتيجوري اي. طبعا اتذكروا انه النيد ابروفلز، يعني انه لازم اخذ ethical ابروفل لما اجي اعمل بحوثات على الانسان او اجي اعمل بحوثات على الحيوان او ان فيترو ستديز، تمام؟ في الان فيترو ستديز مين حكينا؟ الايزوليتد تشو، ركزوا عليها. هاي لو بدنا نيجي نحكي عن الابحاث المتضمنه ل الاشخاص، انه انا بدي اعمل مثلا بحث في على انسان، تمام؟ اول شيء بدي اتذكر انه انا لما اجي اعالج الاشخاص اساسا لازم اكون اعالجهم على اساس الايفيدنس بيس ميديسن، ايفيدنس بيس ميديسن، انه انا ما اعالج الاشخاص بناء على خبرتي، لا، لانه لازم اعالجهم بناء على ابحاث، بناء على معايير، بناء على ارشادات محدده، ما اعالجهم هيك يعني على البركه. البايو اثكس، الفاندمنتال برينسيبلز ويتش ماست بي فولود ان هيومن ريسيرش، اتذكر انه انا المعايير الاخلاقيه او شو المبادئ اللي لازم اتبعهم لما اجي انا اتعامل مع الاشخاص، اول شيء لازم هذول احفظوهم. ريسبكت فور اوتونومي، تمام، لازم احترم استقلاليه المريض، قراراته. البنفيسنس اني انا اقدم له منفعه، النون مالفيسنس اني انا ما اضره، جاستس اني انا ما اميز بين الاشخاص اللي بعمل عليهم البحث قاعد. The rights, safety and well-being of the trial subjects are the most important consideration. هاي كثير مهم النقطه، انه دائما سلامة الأشخاص اللي ببحثي هو أهم إشي، يعني أهم من البحث العلمي اللي أنا بعمله، أهم من نتيجتي العلمية، وأهم من أي إشي تاني. ولازم أتذكر إنه في عندي أنا لجنة أخلاقيات البحث العلمي اللي هي Institutional Review Board، هي بيكون بتشمل رجال دين، بتشمل أطباء، بتشمل عدة أشخاص، هم بيتأكدوا من جميع جوانب بحثك إنه هو مطابق للمعايير من جميع النواحي، أوكي؟ ومطابق للجود كلينيكال براكتس اللي هي معايير عالمية وضعت حتى تشوف هل أنت
بحثك مطابق لها أو لا. لو بحثك مش مطابق برفضوه وما بيتم نشره بأي مجال عالمي. types of clinical studies، لما أنا بدي أعمل أبحاث سريرية في ما عندي نوعين، يا إما observation يا إما non observational. observational اللي هي أنا بعمل بحث براقب فيه، يعني وظيفتي الأساسية فيه إني أنا أراقب، مثلا إنه دواء معين براقب شو قاعد بيأثر الدواء على هذا الشخص، تمام؟ can include interventions، ممكن أنا مثلا أتدخل كيف عم بنعطى الدواء، كيف عم بصرفه وهكذا. non observational اللي هي experimental interventional therapeutic، هاي كلها نفس الاسم، تمام؟ يعني لو حكى لك types of clinical studies يا اما observational يا اما واحدة من هذول، يا اما non observational experimental interventional او therapeutic. يو انت هون بتعمل تدخل قاعد، بتعمل تجربة، تمام؟ بتعمل تجربة قبل ما انت تراقب. types of subjects، subjects اللي هم الاشخاص اللي بيشاركوا بالبحث، اللي انت الاشخاص الاشي اللي بتعمل عليه البحث، تمام؟ ممكن يكونوا healthy volunteers يعني متطوعين سليمين من اي من الامراض، اوكي، او من المرض اللي انا عم بدرسه. ممكن يكونوا volunteer patients. شو يعني healthy volunteers او controls؟ هاي اللي بدي اعملهم انا، هدول الاشخاص المرجعيين اللي انا بدي اقارن معهم ال volunteer patients. يعني انا بدي اجيب مجموعه ناس مريضين بهذا المرض، مجموعه ناس مش مريضين، فالمريضين اثر الدواء عليهم بدي اقارنه مع مين؟ مع المش مريضين، فانا هدول يعتبروا كمرجع الي، تمام؟ اللي بدي اقارن فيهم الاشياء الثانيه. وين بس طبعا الهيلثي فولنتيرز وين يعني بستخدمهم او بلاقيهم باي ابحاث؟ الدراج ديفلوبمنت ستاديز، لما انا اجي اصنع دواء جديد بنهايه المحاضره ان شاء الله حنحكي عنهم. الدراج ديفلوبمنت مدى بستخدم فيه الهيلثي فولنتير، وكونسيدر ذا تايب اوف كنترول جروبس، حكينا انه هو مرجعي بيكون، وممكن لهم اربع اشكال. ممكن يكونوا هيلثي كنترولز. كيف يعني هيلثي كنترولز؟ يعني ما عندهم اي مرض، تمام؟ ما عنده اي مرض، سواء المرض اللي انا عم بدرسه ولا امراض ثانيه. اوكي، نو انترفنشن كنترولز اللي هو انا هذول كنترولز ما بعمل عليهم انترفنشن، يعني بعملوا على باقي يعني مثلا مجموعه بعملها انترفنشن، مجموعه ما بعملها انترفنشن. فاللي ما بعملها انترفنشن بسمى نو انترفنشن كنترول. نو اكسبوجر كنترول اللي هي مش متعرضه للريسك فاكتور، مثلا انه ما بتكون تدخن، تمام؟ انا مجموعه مدخنه ومجموعه غير مدخنه، الغير مدخن بسمى نو اكسبوجر، هي مش متعرضه للدخان. والنو ديزيز كنترولز، ما عندها المرض اللي انا عم بتدرسه، تمام؟ بس ممكن يكون عندها أمراض تانية. لو بنيجي نحكي عن observational research studies، تمام؟ حكينا عندي observational و non-observational. observational studies لها خمس أشكال. الecological اللي هو بعمله أنا على مستوى تجمعات، على مستوى يعني ممكن أعمله على مستوى الأردن، تمام؟ case report اللي هو لما تجيني حالة نادرة أنا ما عمري شفت زيها، اوكي، حاله جديده او هي نادره ما بتيجي بكل مكان، فانه انا بعمل بحث عنها، كيف تصرفت معها، كيف عالجتها، وبنشر البحث تبعي. كروس سكشنال، كروس سكشنال كانك انت عم تاخذ مقطع. كيف يعني تاخذ مقطع؟ بمثلا مقطع عند ناس محدده بوقت محدد، يعني انه مثلا انا يوم الاحد بدي انزل على اربد، اوكي، وبدي اخذ ادرس على كل الناس اللي ساكنين باربد كم واحد منهم عنده ضغط. فانا هون بدي ادرس البريفالنس اللي هي قديش عندي حالات من المرض بوقت محدد بمكان معين، تمام؟ هاي البريفالنس، هي define population at one particular time، هاي تذكروها. الكيس كنترول يعني هذا البحث انا عندي فيه كيس اللي هي مجموعه فيها المرض، وكنترول اللي هي مجموعه ما فيها المرض، اللي هي انا بهاي مجموعه مرجعيه عشان اقارن فيها، اوكي؟ والكوهورت، الكوهورت اللي هي بدي اركز انا هون على الاكسبوجر، يعني انه انا بدي اشوف اجيب ناس مدخنين وناس غير مدخنين، تمام؟ انا هيك يعني هذا الاساس اللي اخترت عليه مجموعاتي. بالكيس كنترول انا هون استخدمت، جبت ديزيز بيشنتس، يعني جبت ناس عندهم سرطان رئه، تمام؟ بعدين قعدت اشوف مين منهم مدخن ومين منهم مش مدخن. اما بالكوهورت انا لا، هون جبت ناس مدخنين وناس مش مدخنين، وبدي اشوف انا مين اللي راح يصير معه المرض. فهي هون تعتبر بروسبكتيف، يعني انا جبت ناس متعرضه للاكسبوجر ولسه ما صار معهم المرض، بدي اشوف لقدام هل راح يصير معهم المرض ولا ما حيصير. كان اولسو بي ريتروسبكتيف اللي هي الكوهورت. ريتروسبكتيف انه بتجيب ناس برضه معهم سرطان، وانت بتقعد تاخذ تشوفهم مين دخن بالزمانات او ما دخن، اوكي؟ فالاوبزرفيشن تذكروا فيها نقطه، تعرفوا انه هيك تميزوا كل دراسه عن الثانيه، وتعرفوا انه كلهم يعتبروا ريتروسبكتيف، تمام؟ كلهم ريتروسبكتيف ما عدا الكوهورت اللي هي ممكن تكون ريترو او بروسبكتيف، تمام؟ اذا كلهم بيكونوا انه انا بدرس بجيب ناس مريضين وبعدين بصير اشوف هل هم تعرضوا لهذا الشيء المعين ولا لا، ما عدا الكوهورت. الراندومايزد كنترولد ترايلز او الانترفنشنال ستاديز،
يعني هون بعمل تدخل، بعمل يعني بعمل تجربة على ناس، بعمل عليهم تجربة أو بعطيهم دواء أو هيك، وها بش تكون راندومايزد. كيف يعني راندومايزد؟ يعني تكون عشوائي، وتعتبر بروسبكتيف. ليش تعتبر بروسبكتيف؟ لأنه أنت هون أعطيتهم التدخل، أنت مثلا أعطيتهم الدواء المعين، أو مثلا خليت أشخاص يدخنوا. وهي نقطة، إنه ممكن هاي الدراسات تتضمن أشياء مش أخلاقية، إنه أنت مثلا تخليهم يدخنوا عشان تشوف هل راح يصير معهم المرض ولا لا. فهون بروسبكتيف، لسه ما صار معهم المرض. أوكي. طبعا لو بدنا نشوف شو المواصفات الراندومايز كنترول ترايلز، تمام. أول إشي راندومايزيشن يكون يعني راندوم سامبل versus convenient سامبل، تمام. يعني أنا لما بدي أخذ عينة عشوائية، ما باخذها عينة عشوائية مثلا من كل الأردن، أنا بدي أعمل دراسة مثلا على طلاب الجامعات الأردنية، يا ما باخذ من كل عينة عشوائية من كل طلاب الجامعات الأردنية، أو باخذ convenient sample، يعني عينة بتناسبني، إنه أنا مثلا ساكنة بإربد ما بقدر إني أروح ألف بكل المحافظات، فباخذ من طلاب الجامعات الموجودين بإربد. أوكي، يعني هي بتضل عشوائية، بس إنه هاي مناسبة إلي، إنه أنا حددتها شوي عشان أنا ما بقدر أروح ألف على كل المحافظات. blinding، البلايندنج اللي هو مثلا لما اجي اعطي دواء وهمي ودواء حقيقي، تمام، لمجموعه البحث اللي عندي. فمتى بيكون دبل بلايندد؟ لما اكون لا انا ولا المريض بعرف شو الدواء اللي عم بعطيه. يعني انا ما عم بعرف الدواء اللي عم بعطيه للمريض هل هو بلاسيبو اللي هو الدواء الوهمي او هو الدواء الحقيقي، ولا المريض بعرف. بسنجل بلايندد لا، بس المريض اللي ما بيكون بعرف، بس انا بكون اعرف شو اللي عم بعطيه. البارلل جروب ديزاين، انه انا هون عندي مجموعتين، مجموعه بعطيها البلاسيبو ومجموعه بعطيها الدواء الفعال، وبقارن ما بينهم. اوكي، بقارن بين مجموعه لمجموعه، يعني انه هاي مجموعه تاثرت بهذا الشيء، هاي مجموعه ما تاثرت، فانه عندي كنترول جروب او مجموعه مرجعيه خاصه هي اخذت البلاسيبو، تمام. الكروس اوفر ديزاين، الكروس اوفر ديزاين هنا بدي اياكم تتخيلوها عشان تعرفوا تحفظوها. كروس اوفر اعتبروها زي اكس. اوكي، عندك انت مجموعه A، تمام، وعندك مجموعه B، تمام. ليش تسمى كروس اوفر؟ لانه انا هنا باول فتره بدي اعطي لمجموعه A دواء رقم 1، وبدي اعطي لمجموعه B دواء رقم 2، تمام. بعدين بدي امشي فتره فتره فتره، اوكي، حشوف شو تاثيرهم عليه، بعدين بدي اوقفها، تمام، بدي اوقفها واستنى فتره شو تسمى الوش اوت بيريود، اللي هي الفتره اللي بعطيها للاشخاص اللي بالبحث عندي حتى نتخلص من تاثير الدواء الاول عنهم، عشان نقدر نعطيهم الدواء الثاني. شو الدواء الثاني حيكون؟ لمجموعه A الدواء الثاني حيكون 2، دواء 2، لمجموعه B حيكون الدواء الثاني اللي هو 1، تمام. اذا انا بنفس المجموعه A راح اقارن بين دواء 1 ودواء 2، يعني انا بدي اشوف تاثير دواء 1 ودواء 2 على نفس المجموعه. اذا مين الكنترول جروب عندي؟ هون هي نفسها، تمام. اذا A المجموعه A هي كانت ككنترول جروب لنفسها، انه انا بدي اقارنها بنفسها من بين ما بين الدوائين. اوكي، فانه بده هذا اللي تعرفوه، انه انا عندي مجموعتين، تمام، عندي مجموعتين وبعطيهم اكثر من تريتمنت، تو اور مور تريتمنتس، ومين الكنترول جروب؟ هي نفسها، يعني انه A بتشتغل ككنترول جروب لنفسها وبقارنها مع نفسها. طبعا في عندها هاي ديس ادفانتج اللي هي الكاري اوفر افكتس، تمام. شو يعني كاري اوفر افكتس؟ اللي زي ما حكيت لكم، انه انا حتى لو اعطيت فتره الوش بيريود هاي، ممكن يكون عندي ادويه بتضل اثارها بالجسم، ما بتروح، تمام. فتاثير هذا الدواء اللي ضل، تاثير الدواء واحد اثر على نتيجه اثنين، فهي تسمى كاري اوفر افكتس، انه يعني لانه اعطيتهم دوايين فاثروا على بعض. الوش اوت بيريود، انه ممكن هاي الفتره تكون طويله، هاي الفتره اللي بالنص الوش اوت بيريود ممكن تكون طويله، ممكن في ادويه ما يروح اثرها يعني لسنتين مثلا، فانه انا بنص بحثي بدي استنى سنتين حتى اني ارجع اجرب الدواء الثاني، فهذا باخذ وقت. فلما انت تشوف انك انت دواء معين اثره ممكن يضل سنوات، خلص استخدم البارلل جروب ديزاين، ما تستخدم الدراسه اللي ممكن تعطيهم فيه دوايين وتضطر تستنى فيها هاي الفتره، تمام. لانه بالبارلل جروب ديزاين كان ما عندي افويدنس اوف كاري اوفر افكت، ما عندي دوايين عم بعطيهم للمجموعتين، فما بخاف من تاثير الدواء على الثاني. مالتي سنتر ترايلز انه تنعمل باكثر من مكان، اوكي، وتنعمل باكثر من مكان على اشخاص، يعني عدد كافي من الاشخاص بوقت قصير، يعني زي هلا لقاح كورونا اللي صنعوه هالفتره، انعمل على اعداد كبيره، sufficient subjects in reasonable time. مثلا جرب على ناس بالصين، جرب على ناس بالاردن، جرب على ناس بالمانيا، تمام. اذا هو كان انعمل على اشخاص عدد كبير بوقت
قصير. طبعا كل ما زاد عندي عدد السبجكتس اللي بعملها، قل نسبة الخطأ إنه أنا مثلا يكون إنه ما فيش تأثير. يعني كل ما يعني أعطى الدواء فعالية على ناس أكثر، فإنه هذا بثبت لي إنه هو فعال، تمام؟ فهذا بعطيني better basis for the subsequent generalization of findings. هاي تمام نقطة مهمة، إنه أنا بيساعدني إني أنا أعممه وأنا مطمئن إنه هو عن جد فعال. طبعا في إلها مشكلة بس هاي بالمالتي سنتر، اللي هي الـ heterogeneity of treatment، إنه ممكن مثلا الدواء يكون بتأثر بالجينات، يعني ممكن مثلا يأثر على الصينيين غير عن الأردنيين. الـ RCT اللي هي randomized controlled trials ممكن إن نصنفها لشغلتين، ممكن تكون explanatory ممكن تكون pragmatic. شو يعني explanatory وشو يعني pragmatic؟ explanatory اللي أنا هون بدي أفحص فعالية الدواء، بس وين؟ بالظروف المثالية، اللي هو أنا بظروفي كطبيب قاعد بعمل بحث على أشخاص، قاعد بعطيهم الدواء بالوقت الصحيح، بعطيهم الدواء بالطريقة الصحيحة، فأنا ما عندي أي عامل مؤثر على الدواء، فبعرف فعاليته الحقيقية، تمام؟ in highly controlled conditions and highly selected subjects. بس بالبراغماتيك أنا هون بعطي الدواء للمريض، أوكي، وبيروح هو بيشوفه بالدار، يعني بدي أشوف فعالية الدواء بالحياة الواقعية، لما يروح المريض على الدار وياخذ هو الدواء، أكيد هو ما باخذ، ممكن ما ياخذه بالطريقة الصحيحة، ممكن ينساه، ما ياخذه بالمواعيد المناسبة. فشو اللي بصير عندي؟ إنه أنا هون بدرس الإفكتيفنس، تمام، الإفكتيفنس اللي هي فعالية الدواء وين؟ بالإيفري داي براكتس، بالحياة الواقعية، ما بيكون عندي ظروف مثالية، عادي بيكون في ظروف فيها أخطاء، فبدي أشوف أنا هون فعاليته، فمو شرط دائما الإفكاسية تكون تساوي الإفكتيفنس، تمام؟ Strength of evidence in rank order، يعني بدي أشوف أنا هاي الدراسات شو أقوى إشي منهم. طبعا هم مرتبين تنازلي، هاي أقوى وحدة اللي هي systemic reviews and meta analysis، بدي إياكم هي اللي تحفظوها، هي وأقل واحدة، يعني إنه هي أقوى واحدة systemic reviews وأقل واحدة case report، تمام؟ شو systemic reviews؟ يعني إنك أنت تمسك كل الأبحاث اللي انعملت عن هذا الموضوع، أوكي، تمسكها كلها وتدرسها وتطلع بأفضل نتيجة، تطلع بنتيجة إنه زي كأنه يعني average، هيك إنه تاخذ أنت أفضل نتيجة من هاي الدراسات وإنك تعممها، فإنه هاي أفضل واحدة، لأنها هي هيك كانت معتمدة على عدة دراسات وأبحاث، فتعتبر قوية ومضمونة. causal association اللي هي العلاقة السببية ما بين الإكسبوجر والأوتكم، يعني عندي التدخين وسرطان الرئة، هل التدخين بسبب سرطان الرئة؟ كيف بدي أحكم إنه هو مسبب ولا مش مسبب؟ في عندي عدة شروط، اعرفوهم افهموهم، اوكي؟ temporal، temporal يعني إنه يكون أنا اتعرضت للإكسبوجر قبل ما انصبت بالمرض، يعني إني أكون دخنت قبل ما انصبت بالمرض عشان أحكي إنه التدخين سبب لي المرض، مش إني أمرض بعدين أصير أدخن بعدين أحكي إنه الدخان هو سبب لي إياه، هاي غلط، لأنه السبب بيجي قبل النتيجة. strength اللي هون بدي أقيس قوة الأسوسيشن، هاي بأرقام وإحصاءات حتاخدوها لبعدين، الـ RR أو الـ OR. الـ dose response، هل إني كل ما زدت الـ exposure، هل إنه مثلا كل ما زاد عدد كتلات الدخان اللي باخدها احتمالية إصابتي بسرطان بتزيد ولا لا؟ وطبعا أكيد كل ما إنه يعني كل ما مثلا إنه زادت هاي العلاقة، إنه يعني مثلا كل ما زدت الدخان بيزيد المرض، هاي أكيد يعني بتدل على causal association أعلى. replication اللي هو أنا كل ما أكرر الـ وين ما اعمل هاي الستدي، وين ما اعملها باي مكان باي وقت، تعطيني نفس النتيجه تكرارها، اوكي. بيولوجيكال بلوزيبيليتي، انه انا افسر العلاقه علميا، يعني ما تكون انه هيك على البركه خلص احكي انه بتسبب، طب ادرس علمي عشان تعرف انه ليش بتسببها. الترنيت اكسبلانيشن، ممكن يكون انا عندي تفسير ثاني لهي النتيجه اللي صارت عندي، ممكن عندي عوامل ثانيه كونفاوندنج قاعده بتاثر فصارت عندي هاي النتيجه. cessation of exposure leads to decrease or elimination of disease. هل أنا لما أوقف هذا الإكسبوجر، هل أنا لما أوقف التدخين بتقل نسبة احتمالية إصابتي بالسرطان؟ أو لو ناخذ مثال ثاني اللي هو تبع البكتيريا، تمام؟ يعني أنا عندي بكتيريا مثلا سببت لي التهاب، تمام؟ هل أنا لما أشيل هاي البكتيريا أقتلها بروح الالتهاب؟ فأنا لما أروح هذا بعد ما قتلت البكتيريا وشفت إنه راح الالتهاب، بعرف إنه في علاقة سببية قوية، إنه خلص مجرد ما راح السبب اختفى اختفت النتيجة هاي. consistency with another knowledge، يعني مش أروح أحكي والله هذا بسبب مرض بالميلز بس ما بسببه بالفيميلز، مثلا التدخين بسبب بالميلز ما بسبب بالفيميلز، لازم يكون ثابت، تمام، على كل الأشخاص اللي بعملهم إياها. specificity of association، إنه هذا الإكسبوجر المحدد بسبب لي مرض محدد، تمام، ما بسبب لي مثلا
عدة أمراض وأقعد أنا أختار مثلا شو ممكن يسبب لي هون وشو ممكن يسبب لي هون. كل ما كان سبيسيفيك لمرض معين إنه التدخين بسبب سرطان الرئة، هذا بيكون علاقة أقوى. Types of causal association، لما أجي أنا بدي أوصف العلاقة السببية بدي أحكي عنها مثلا إنها هي direct أو indirect، يعني مثلا الدخان بسبب ضرر مباشر للرئة، تمام، لأنسجة الرئة، فخلص هون إجى الدخان وأثر على الرئة directly مباشر، أوكي. أما indirect زي مثلا إن الدخان بسبب ارتفاع عدد كريات الدم الحمراء في الدم. طيب ليش؟ بدنا نشوف إحنا هون الرابط العجيب ما بينهم، كيف وصلت أنا من الدخان لزيادة عدد كريات الدم الحمراء. فأول شيء مثلا إن الدخان سبب عندي ضرر بأنسجة الرئة، فبالتالي بطل عندي تبادل غازات مناسب، قل نسبة الأكسجين عندي بالدم، فبصير الجسم كرد فعل يصير يزيد عدد كريات الدم الحمراء في الدم، تمام؟ فهون كان indirect، أوكي؟ في عندهم يعني ما سببها بشكل مباشر. كمان هون هذول ركزوا عليهم، طبعا ركز عليهم الدكتور واحتمال كبير يجي عليهم سؤال، هاي بحكي لكم. necessary and sufficient، يعني إنه هذا السبب يعني إنه التدخين ضروري حتى يصير عندي سرطان الرئة، وsufficient يكون كافي هذا العامل حتى يسبب لي هذا المرض، تمام؟ إذا هو ضروري وجوده، يعني المرض ما بيصير بدونه، وsufficient هو كافي لوحده بدون أي عوامل تانية إنه يسبب لي المرض. طيب necessary but not sufficient، يعني هلأ هذا العامل مهم إنه يكون موجود حتى يسبب لي المرض، بس مش لحاله، لازم يكون معاه أشياء تانية. فهو not sufficient مش كافي لوحده إنه يسبب لي المرض، بس هو وجوده ضروري لوجود المرض، تمام؟ sufficient but not necessary، إنه هو كافي يسبب لي المرض بس مش ضروري دائما وجوده حتى يصير المرض. يعني مثلا التهاب الرئة بتعد يعني ممكن يكون صار بسبب يعني عدة بكتيريات بتسببه، تمام؟ فبكتيريا معينة هي sufficient لو كانت موجودة بتسبب لي التهاب الرئة، بس إنه في عندي كتير بكتيريات غيرها بتسببها، فإنه مش شرط هي اللي دائما تكون موجودة، أوكي؟ neither sufficient nor necessary، يعني هاي هو يعني وجوده وعدمه واحد ما بتفرق معي، فهذا weakest causal association تعتبر. الفيزز اوف دراج ديفلوبمنت، انا هون بدي انتقل لموضوع انه انا لما بدي اجي اعمل دواء شو المراحل اللي بمر فيها تصنيع الدواء. طب انا هون ليش لازم اعمل دراسه لتطوير دوائي او اعمل له تقييم واشوف فعاليته وهكذا؟ اولا حتى اقنع ثلاث اشياء، بدي اقنع اول شيء اللي هي الفود اند دراج ادمنستريشن، تمام، منظمه الغذاء والدواء، بدي اقنعها انه انا دوائي فعال. بدي أقنع الميديكال بروفيشنالز إنه هذا دواء فعال ومنيح حتى هم يصيروا يوصفوه للمرضى تبعونهم. وبدي أقنع برضو البيشنتس نفسهم، بدي أقنعهم بهذا الدواء، أوكي؟ إنه هذا الدواء والله فعال، بدي أقنعهم إنه ما إله سايد إفكتس كتير مثلا، بدي هيك يعني أكون حقيقية معهم بكل شيء حتى أقنعهم فيه. الفيزز هم أربعة، تمام؟ فور فيزز، وبرضو هذول ركزوا عليهم، حيجي منهم سؤال أكيد. Phase 1 to test the human pharmacology، طبعا انتوا هلا لو تلاحظوا واحنا ماشيين بالفيزز كل فيز عن الثاني بنزيد الجرعه، واهم شيء انه بنزيد عدد السبجكتس، بنزيد عدد الناس اللي بعمل عليهم البحث بكل مرحله. فيز 1 انا هون بدي بدي اشوف شو تاثير، كيف جسمي بتعامل مع الدواء، تمام، وشو الدواء بياثر على جسمي كانسان طبيعي مش كانسان مريض. فانا هون بدي استخدم هيلثي فولنتيرز، احفظوا انه الهيلثي فولنتيرز وين موجوده؟ بفيز 1، الهيلثي فولنتيرز بيجوا بفيز 1، تمام، عشان اشوف شو هل الدواء له توكسيستي او لا، تمام، لانه مثلا بقدر اشوف يعني لو جبت شخص صحيح 100% ما عنده اي مرض واعطيته دواء وصار عنده مثلا صار عنده التهاب، اوكي، لانه انا هون بعرف انه شو اللي سبب له الالتهاب هو الدواء، تمام، يعني ممكن لو شخص ثاني لو شخص مريض جبته واعطيته الدواء ممكن هذا الالتهاب يتسبب بشيء ثاني غير عن الدواء. فلازم اعرف انه الهيلثي فولنتيرز حتى اشوف الدراج توكسيسيتي تنعطى بفيز 1، فبدي ادرس زي ما حكيت لكم الفارماكوكيناتكس اند فارماكوديناميكس، كيف الهيلثي فولنتيرز كيف الاشخاص اللي مش مريضين بتعامل جسمهم مع الدواء، والجرعه اللي بعطيهم اياها تسمى نو افكت دوز. شو يعني نو افكت دوز؟ يعني اكثر جرعة بتنعطى ما إلها تأثير سمي، ما إلها سمية، أوكي؟ يعني مثلا لو 450 هي الجرعة بعطيها بدون سمية، 460 بعطيها الجرعة بتعمل لي سمية للمريض، فأنا بروح بعطي 450 بسميها no effect dose، أعلى أو أقصى جرعة بتنعطى للشخص أو يعني المشاركين بالبحث عندي بدون ما يعمل لهم ضرر. Initial dose to be tried in humans، أوكي؟ لأنها هي تعتبر يعني أول جرعة هستخدمها على الناس، فلازم تكون قليلة جدا، أوكي؟
طبعا ركزوا انه بفيز 1 لازم كلوزلي مونيتور، يعني انا لسه يعني اول مره بدي اعطي الدواء للمرضى، فما بعرف شو الادفيرس افكتس تبعونه، ما بعرف شو الاضرار الجانبيه، فانا لازم اضل مراقبهم حتى لو صار عندهم اي إشي اي ضرر او هيك الحق اني اتعامل معه. فيز 2 فور ثيرابيوتيك اكسبلوريشن، انا بدي اشوف انا هون بدي اعطيه جرعه العلاجيه، شوفوا انه هون زدت عدد السبجكتس، وصلت ل 500 50 ل 400 او مثلا من 100 ل 300، فهون يوم يا دوب كانوا اقل من 100، تمام؟ هون لا، صاروا من 100 ل 300 ممكن يوصلوا. وي جيف ذا بيشنتس، بعطيهم جرعه بس تكون سيف امنه، بس تكون ايش برضه بدي اشوف تاثيرها العلاجي. وهون انا وين بدي بعطيها؟ بعطيها على البيشنتس، بعطيها لهم مرضى، اوكي؟ عشان اشوف الفارماكوكاينتكس اند فارماكوداينامكس، يعني بدي اشوف انا تعامل الجسم تبع المرضى مع الدواء وكيف المرض الدواء بياثر على جسم المرضى. هون انا درست الفارماكوكاينتكس والداينامكس على الهيلثي فولنتيرز، بفيز 2 لا بدرس الكاينتكس والداينامكس على البيشنتس بوديز، تمام؟ short term safety risk and side effects، بدي أبلش أشوف شو side effects اللي ممكن يعطيها، شو أخطاره، تمام؟ وبرضه لازم تكون well controlled and monitored، هاي لازم تكون closely لأنه حكينا أول مرة بعطيه لأشخاص، أول مرة بدي أجربه على الإنسان، فلازم closely monitored. هون ممكن أكون وصلت يعني بعد ما جوزت هاي المرحلة شفت إنه مثلا شوي آمن خلص، وإنه هون شوي بخفف مناقبة، بس إنها بتضل لازم أكون مراقبتهم. فيز 3 خلص therapeutic confirmation، أنا هنا بدي أثبت إنه بدي خلص يعني أوصل لنتيجة إنه هو فعال 100% علاجيا، أوكي؟ بدي أعمل randomized control trial حتى أوصل فيها لنتيجة إني أثبت فيها إنه دوائي فعال، وبدي أعمل بحث هنا على مجموعات، تمام؟ هنا ركزوا إني أنا هون زدت عدد الناس، تمام؟ هون ممكن يوصلوا فوق 1000، أوكي؟ إذا بأول وحدة بأول فيز كانوا تحت 100، بعدين صاروا ما بين 100 و300، بعدين هم نطوا 1000. بفيز 3 أنا بدي أدرس mainly الإفيكاسي، تمام؟ أنا هون زي ما حكيت لكم بدي أعمل إيش؟ بدي أعمل trial، بدي أعمل تجربة على أشخاص، وبدي أشوف فعالية الدواء بالجرعة العلاجية، تمام؟ بالجرعة العلاجية المناسبة اللي بدي أنا أنشرها بالأسواق لبعدين، وبدي أشوف شو فعاليته ضمن الـ ideal conditions، ضمن الظروف المثالية اللي أنا بتحكم فيها. بدي أشوف safety تبعته وأقارنه مع existing drugs، تمام؟ بايو اكويفالنس هاي بسموه، هذا المفهوم ضروري تعرفوه، بايو اكويفالنس اللي هي انه انا اقارنه مع ادويه ثانيه موجوده عشان اعرف هل هو فعال اكثر منهم، هل هو سيء مثلا، لو كان اسوء منهم ليش بدي انشره؟ واخر شيء انه بروفايد ذا فاينل كاركترستكس فور فارماستيكال اند ميديكال ليبل، متى روشته الدواء بطلعها، كل تفاصيل الدواء، خلاص شو الجرعه المناسبه، شو الادفيرس افكتس تبعونه، شو الانديكيشنز تبعونه، انه انا متى بعطيه بالفيز 3، تمام؟ خلص بعدين هلا بدي اعرضه على النيو دراج ابلكيشن ريفيو، بدهم يعملوا له مراجعه عشان ينشروه بالماركت اللي هي فيز 4 ثيرابيوتيك يوز، انه هون خلص انتشر بالماركت بوست لايسنسنج ستديز، انه بعد ما اثبتوه بعد ما عملوا له مراجعه واثبتوه خلاص نشروه بالماركت. وبدي اشوف انا هون بعمل سيرفيلنس للسيفتي، بدي اصير اعمل انا استطلاعات يعني بالناس اللي اشتروه من الماركت، بدي اشوف شو السيفتي تبعته، ومين اللي بدي ادرس الافكتيفنس، اوكي؟ يعني انا بعدني بدرس الافكاسي بس مين اللي بدرس الافكتيفنس اللي هو قد ايه فعاليته، بدي ادرس فعاليته بالحياه الواقعيه. والتريك ديفلوبمنت ممكن تاخذ من 3 ل 20 ييرز، هون سنه، اوكي؟ ممكن تستمر ل 20 سنه، تخيلوا. فتصنيع الدواء باخذ وقت كبير، باخذ جهد كبير، باخذ اموال كثيره، وعشان هيك لازم الواحد يكون انه يعني ياخذ حذره، تمام؟ وما بين يعني من كل 5000 ل 10000 دواء يمكن واحد بس اللي بوصل للماركت بالاخر، فشوفوا قديش مكلفه عمليه تصنيع الادويه، حتى انه احنا ما بنمزح يعني بالاخر احنا عم نعطيهم لناس وهي صحتهم وفيها شغل حياه او موت، فلازم ننتبه. وبس ان شاء الله اتمنى تكون المحاضره سهله وخفيفه عليكم، ونلقاكم في المحاضره القادمه. أوكي، الآن مكملين إن شاء الله بمراجعة محاضرة 17. محاضرة 17 تحكي عن الإسعافات الأولية، تمام؟ First aid. محاضرة سهلة إن شاء الله وبسيطة، وعملت لكم هايلايت على الأشياء المهمة اللي تركزوا عليها. وبسم الله نبدأ. لازم نعرف إن الإسعافات الأولية هي emergency or immediate care you should provide when a person is injured، أي رعاية بتقدمها لشخص أمامك مصاب عنده حالة مرضية وصابته مضاعفات. للماينر كونديشنز الحالات البسيطة خلص بكفي انك تعمله انت فيرست ايد وبتكون كافية له، اما في عندي سيريوس بروبلمز تضطر انك انت تعمله
إسعاف أولي حتى بس تخلي وضعه مستقر، وتنادي له ال 911، تمام؟ تنادي له الإسعاف. دائما لما يكون عندك تشوف أنت حالة أمامك صارت وأنت بدك تروح تساعد كمسعف أولي، أول شيء بتعمله إنك أنت لازم تعرف المريض عن حالك وتحكي له إنك أنت جاي تساعده، تمام؟ وخد منه الإذن إنه هل أنا إنه بصير أساعدك، وأوعى إياك تلمسه إلا إذا هو وافق لك إنك تساعده، تمام؟ لو كان الشخص اللي أمامك critically injured or ill، يعني كتير مريض بحالة طارئة أو هو مو قادر يعطيك موافقة، فأنت خلص تأخذها كإمبلايد كونسنت إنه هو موافق لك إنه خلص يعني إنه ساعدني، تمام؟ فهنا أنت ما بتأخذ موافقة. الـ first aid basics، لو بدنا نيجي نحكي عن الـ steps تبعون الـ first aid، لنفرض إنه خلص وافق لك وأنت جاي تعمل له first aid، أول شيء لازم تعرف شو المشكلة، تمام؟ cognition of the problem. إذا ما عرفت شو المشكلة أو إنك أنت حددتها بس هي كانت كتير خطيرة، على طول لازم تحكي مع الـ 911، أوكي؟ طبعاً الـ 911 حيظلوا معاك على الخط ويظلوا متابعين معاك، والـ emergency system dispatchers اللي هن بيسموهم اللي بيكون معاك على الخط بيصير يحكي لك شو تعمل steps، شو تعمل خطوات حتى إنك يعني تحافظ على وضع مستقر. زي مثلاً ممكن يعلمك كيف تعمل له CPR. حقيبة الإسعافات الأولية الـ First Aid Kit لازم تكون موجودة بكل مكان، المنزل، مكان العمل، الجامعة أو المدرسة أو حتى السيارة، تمام؟ الـ Next Step بعد ما أنت تحدد حالة المريض لازم تحدد هل هو واعي ولا مش واعي، تمام؟ Unresponsiveness of the injured or ill person. كيف بدك تحدد؟ أنت هيك يعني بتنكره على كتفه وبتسأله هل أنت منيح؟ هل أنت سامعني؟ لو شفت إنه هو ما بيجاوب، على طول اتصل بال 911 واطلب المساعدة من اللي حولك. وهنا في نقطة إنه ممكن الأشخاص اللي بيكون معاهم حساسية بيكونوا لابسين عقد أو إسوارة بإيدهم بتكون مكتوب عليها شو الإشي اللي هم عندهم حساسية منهم، أو أنا مثلا عندي حساسية من البيض، أنا عندي حساسية من دواء معين. فلو تعرضوا له وأنت شكيت إنه معاهم تفاعل حساسية، دور على إشي زي هيك ممكن يكونوا لابسينه. نقطة كتير مهمة لما تيجي أنت تقدم إسعاف أولي، لازم تتأكد من السين سيفتي، من أمام المكان اللي أنت فيه. يعني مثلا لو كنت بشارع حادث سيارة مثلا، ما بتاخذ الشخص مثلا بتخليه بالشارع تقدم الإسعاف الأولي، بتاخده على جنب، أوكي؟ فأفويد ال danger from automobile traffic، هاي بالذات يعني، تمام؟ هاي إشي كتير مهم، يعني assessing the safety of the surroundings is critical when approaching any scene. وبرضه غسيل الأيدي والـ personal protective gear أو equipment كتير مهمين. يعني لازم أنت بعد كل ما تعمل إشي للمريض، سواء مثلا أنت عقمت له جرحه فبتغسل إيديك وبترجع مثلا إنك بدك ترجع تلف له إياه وهكذا. إيديك طبعا وإيديك المريض لازم بأول فرصة بصحي لك إنك تغسل إيديه، غسل له إياهم، لأنه هو مرات مضطر إنه يساعدك مثلا يمسك لك شاش، يمسك لك إشي لو كان هو واعي. لو ما لقيت مي وصابون ما قدرت تغسل ايديك بمي وصابون، عادي استخدم الهاند سانيتايزرز، تقدر تستخدم معقمات الكحولية. تكنيك غسيل الايدي ما بعرف يعني مش هنشرحها. البيرسونال بروتكتيف جير اللي هي بس خليني احكي لكم عن غسل الايدين. لما تحط الصابون على ايدك خليه 20 ثانية بس، هاي النقطة يعني اللي لازم تكونوا متذكرينها. والبيرسونال بروتكتيف جير اللي هي الاشياء اللي انت بتحمي نفسك فيها، ممكن تكون جلوفز او بروتكتيف اي وير، متى بدك تحطهم؟ لما تتعامل مع بلاد، تتعامل مع اي بدي فلويد، لما يكون الشخص اللي امامك مثلا بليدنج او مثلا تقيأ او ما الى ذلك، لما تتعامل مع اي بدي فلويد لازم تكون لابس البيرسونال بروتكتيف جير تبعتك، تمام؟ بالذات البليدنج، حتى تتجنب الامراض اللي بتنتقل عن طريق الدم. وزي ايش؟ طبعا ممكن الجلوفز حكينا عشان تحمي ايديك، والاي بروتكشن حتى لو تراشق يعني اي شيء من البلد مثلا انه ما يجي على عيونك. وهاي طبعا اي شيء بلمس البودي فلويدز لازم تتخلص منه بشكل منفصل، ما تحطه يعني ما تحطه مع اي شيء ثاني، تخلص منه بحقيبه منفصله وتخلص منها لوحدها. حقيبه الاسعافات الاوليه حكينا انها كثير مهم تكون بكل مكان، الهاوس، الكار، مكان العمل. لو انت مو يعني لو انك مو مشتريها جاهزة، عادي تقدر انت تجهزها بالبيت لوحدك. شو هاي طبعا الادوات اللي فيها حكيناهم يمكن كلهم.
ممكن في إشي جديد عليكم؟ ما في. انتبهوا إنه هون في عندي الماسك for breathing، لو أنت ما بتحب تعمل direct lip to lip breathing ولا يفضل إنك تعمله حتى ما يكون في direct contact أو ينتقل الإشي، فماسك for breathing. طبعا الآي شيلد ما ننساه. الميديكال بروبلمز، المحاضرة مقسمة إلى ميديكال بروبلمز وفي عندي التروماتيك انجريز. الميديكال بروبلمز اللي هم البريذنج بروبلمز، وفي عندي الهارت بروبلمز، عندي الفينتينج وعندي الستروك. هلا حنشوفهم نحكي عنهم على السريع. البريذنج بروبلمز ممكن تكون مشاكل يا اما بالرئة، تمام، مشاكل تنفسية ناتجة عن امراض بالرئة نفسها، او في عندي مشاكل ممكن تكون مش بالرئة، ممكن تكون زي الهارت اتاك، ممكن تكون ستروك، سيجر، اي شيء تاني ممكن يسبب لك كمان بريذنج بروبلم. يعني مش انت اول ما تشوف حدا معاه مشاكل تنفسية تحكي انه هذا خلاص معاه مرض بالرئة، اوكي، ممكن تكون بسيستم تاني. يعني مثلا لو جابت سؤال الدكتورة ترو او فولس، حكت لك انه البريذنج بروبلمز ناتجة فقط عن لونج ديزيزز، نحن بنحكي فولس اكيد لانه ممكن تكون من اذر سيستمز. كيف بدك تعرف الشخص اللي امامك هل معاه بريذنج بروبلمز او لا؟ بيكون عم بتنفس هيك بسرعة وبيطلع صوته ويتنفس، يعني هيك، يعني انت بتسمع صوت لنفسه، المفروض انه احنا هيك بنتنفس بهدوء ما في صوت لنفسنا، بس لا هو بيكون مزعج، يعني باخذ نفس عميق له صوت. وبيكون يطلع أصوات زي مثلا صفير أو كراكلز هيك خلال تنفسه. inability to talk، لما يوصل لهاي المرحلة إنه مش قادر يحكي معك، يعني إنه المجاري الهوائية قاعدة عم المجاري التنفسية قاعدة عم تنغلق، بالتالي أنت لازم هون تحكي مع 911 على طول. الأشخاص اللي معهم أسمى أو بيكون معهم severe allergic reactions اللي هي رد فعل الحساسية، بيكون يطلع أصوات زي الويزنج. أما الـ High Pitched Sounds بيكون بتطلع هاي الأصوات لما يكون عندك Blockage بالـ Upper Way، خاصة عند الأطفال اللي بيبلعوا مثلا، بيبلع لعبة بتلاقيه بتسكر المجاري التنفسية من فوق فبيطلع High Pitched Sounds. هون في عندي أمثلة على الأدوية اللي بتكون موجودة بالإنهيلر تبعت الإنهيليتر تبعت الأشخاص اللي معهم أزمة زي الـ Albuterol أو الـ Atrovent Inhalator، أوكي. طبعا في اشي عندي اسمه السبيسر، هاي الانهاليتر العادية، اوكي، وعندي هاي السبيسر. هاي السبيسر متى بنستخدمها؟ الاشخاص اللي بيكون معهم سيفير ديسترس، يعني مو قادرين حتى يعني مو قادرين النفس اللي فيه الدواء ياخدوه، اوكي، يعني هاد مثلا ببخل له الدواء مو قادر انه يستنشقه لداخل الرئتين عنده، فاحنا بنحط له السبيسر. هون هاي الكانس تبعت الدواء، تمام، اللي هي الكانستر بتنحط هون وبتضغط له عليها، بيجي الدواء هون وانت بتبلش انه تضغط هون، اوكي، عشان انت تساعده انه يستنشق الدواء. هاي طبعا الخطوات، انك انت لازم تحط الكانستر، تحركها وتحطها، تحط له اياها وتحط له اياها بتمه، وتخليه طبعا قبل ما تحطها بتمه فولي اكسيل، يطلع كل النفس لبرئته عشان ياخذ نفس، يقدر ياخذ شهيق عميق، اوكي. بعدين هو يبلش ياخذ نفس عميق، اوكي، ببطء، وانت بتكون تضغط له على السبيسر زي ما حكينا، تضغط له على السبيسر من هون حتى تساعده انه هو يستنشق الدواء كامل. بعد ما يستنشق الدواء خليه يعني لو هو قادر، لو ما معاه لو معاه مجال انه يوقف تنفسه لعشر ثواني عشان انه الدواء يوصل كامل لإله ويستفيد منه. الالرجيك رياكشنز اللي هي تفاعلات الحساسية، ممكن يكون سبب لدغة حشرة، ممكن يكون حدا شخص عنده حساسية من دواء، من أحد أنواع الأطعمة، ممكن مثلا الأطعمة زي النوتس، الإيجز أند فروتس. عندك هون عدة أشياء بتسبب لك الحساسية. طبعا ممكن تكون الأعراض اللي مبينة على الشخص اللي معاه حساسية تكون أشياء بسيطة، يعني مثلا itching, hives، أوكي، أشياء بسيطة، وممكن تكون كتير شديدة زي إذا بلش يصير عنده swelling بالإيرويز، باللبس، بالتن، ممكن إنه ينقطع نفسه، تمام، تسبب له إنه هو مو قادر يتنفس، وهذا الإشي ممكن يؤدي لموته. الإشي اللي كتير تركزوا عليه إنه الإشي اللي بنعطيه للأشخاص اللي معهم حساسية، لما يصير في عندك أنت تفاعل حساسية أمامك وتشوف إنه الشخص قاعد عم بيصير معاه مثلا swelling، ممكن الشخص إنه يموت، على طول بتعطيه إبينفرين. إبينفرين بيكون هيك على شكل إبيبن، اللي هو هيك بيكون هو بحقيبة الإسعاف، تمام، وبتغسه فيها وبتتخلص فيه بمكان ما يكون هيك، يعني بإشي بلاستيكي،
طبعا ما تعطيه غير بالسيفير اليرجيك رياكشن، لانه هو برضه له اعراض جانبيه، فعشان نتجنبها. الهارت ديزيزز، المشاكل اللي بتيجي للقلب، طبعا هاي اكيد مشاكل حساسه، وكون القلب يعني عضو حساس. leading cause of death in the United States. لو جاب لك سؤال شو انه leading cause of death in the United States، حتحكي له الهارت ديزيز. تمام، طبعا اشهرهم اللي هي الهارت اتاك، اللي هي السكته او الجلطه القلبيه. متى بتصير؟ لما يصير عندك blocked blood flow to the heart، اللي هي الشرايين التاجيه، تمام، الكورونري ارتريز تسكر وبيبطل يوصل دم عندي لعضله القلب، تسكر الشرايين اللي بتوصل اللي بتغذي القلب، بتغذي عضلته، بالتالي لما ينقطع عنها الدم ممكن انها تموت. بالعاده الشخص اللي بيكون معاه هارت اتاك بيكون معاه تشست ديسكومفورت، يعني هيك بيكون حاسس زي كانه في حرقه بصدره او في حدا عم بيضغط على صدره. هاي تعتبر كلاسيك ساينس، يعني هي هاي الأعراض الاعتيادية اللي المفروض تبين. ولكن في عندي زي الومن مثلا، النساء والديابيتكس، أشخاص اللي معهم سكري، ممكن تبين عليهم أعراض تانية ما تبين عليهم هاي الكلاسيك ساينس. أوكي، بتبين عليهم أعراض زي النوجة، زي الـ unexplained fatigue. وممكن في أشخاص ما يبين عليهم أي أعراض غير إنه هيك شوي معاهم shortness of breath، تمام، يعني مش قادرين يتنفسوا منيح. فانت لما يصير معاك اعراض زي هيك ما تهمل حالك، ما تحكي انه انا مثلا ما بدخن، ما معي ضغط، ما معي سكري، مستحيل يصير معي هيك اشي. لا، حتى الاشخاص يعني اللي معاهم minimal risk factors معرضين انه تصيبهم heart attack، فما تستهينوا بالاشي ابدا. حكينا قبل شوي انه الاشي اللي بنستخدمه بالallergic reactions هو الابينفرين، وهون ركزوا انه الاشي اللي بنستخدمه بالheart attacks هو الاسبرين. تمام، الاسبرين بيساعد انه الجلطة اللي بالشريان ما تكبر، اوكي، وحتى انه يرجع ترويه القلب، تمام، وترجع وضعه الطبيعي. طبعا قبل ما تعطيه الاسبرين لازم تتاكد من 3 شغلات، انه ما عنده حساسيه تجاهه، وانه ما عم بنزف، تمام، لانه النزيف الاسبرين بيساعد ما يعني بمنع تجلط الدم، بالتالي لو هو عنده بليدنج وانت منعت تجلط الدم، بالتالي حيضل ينزف وممكن يفقد دم كتير وممكن يودي بحياته. No signs that suggest a stroke. ما يكون معاه سكتة دماغية، لأنه لو معاه سكتة دماغية وأعطيته أسبرين ممكن يصير معاه نزيف في الدماغ. طبعا هاي الخطوات اللي تعملها لما شخص يصيبه heart attack، لما تشك إنه معاه heart attack، أكيد لازم تركز إنه لازم تحكي مع 911 وتعطي البيبي أسبرين. بيبي أسبرين اللي هو بيكون جرعته 100 ملغرام. أوكي، الشخص اللي معاه heart attack ما تنقله انت بسيارتك على المشفى، لانه ما بتضمن شو بيصير على الطريق. لازم انه انت تستنى emergency medical services تيجي سيارة اسعافية اللي تنقله، لانه هي بتكون فيها المعدات وبيعملوا له الاشياء المناسبة على الطريق، تمام. واكيد بما انه حتى انت مو مسموح لك تسوق فيه، حتى هو ما تسمح له انه يطلع بسيارته ويروح لوحده على المشفى. الحالة الثانية او الثالثة اللي هي الفينتينج، الإغماء. طبعاً الإغماء ممكن يصير لعدة أسباب، ممكن يصير بسبب أشياء، يعني مش شرط إنها أمراض، يعني ممكن مثلاً حدا شاف دم، عنده فوبيا من الدم، بتلاقيه إنه غيب، أو عنده صابته intense emotional stress، أوكي، صابته هيك صدمة عاطفية يعني، أو ممكن يكون معاه abnormal or erratic heart rhythm، إنه عنده عدم انتظام يعني بنبضات القلب. كل هاي الأسباب ممكن تؤدي للفينتينج. وفي عندي السبب اللي هو dehydrated persons، الأشخاص اللي معاهم dehydrated يعني زي جفاف، أوكي، أو إنهم ما بيشربوا مثلاً مي كتير، سوائل جسمهم قليلة، بالتالي ضغطهم حيكون قليل، عشان هيك لما يوقفوا فجأة فبتقل التروية اللي واصلة للدماغ وبتلاقيه غيب، تمام. فعشان هيك الحل إنك أنت تخلي يتمدد، تمام، حتى ترجع الدم يوصل للدماغ ويرجع يصحى. المفروض خلال دقيقة لدقيقتين يصحى الشخص اللي بيكون معاه إغماء. لما تيجي مثلا تهتم فيه، حكينا انه لازم تخليه يتمدد، طبعا الـ ensure safety of the scene، هاي اول شيء لازم تعمله بكل شيء، يعني بكل الحالات، انه لازم تتأكد انه المكان حواليك آمن. وركزوا لي على هاي النقطة، انه if there is no rapid improvement، حكيت لكم انه لازم المفروض يصحى خلال دقيقة او دقيقتين. لو ما صحي خلال دقيقة او دقيقتين، على طول احكي مع الـ 911.
keep in mind إنه في بعض الحالات بتكون life threatening، فعطول عطول لما ما تكون عارف أو مو متأكد شو سبب الإغماء اللي أمامك، على طول احكي مع 911. تمام؟ الستروك اللي هي السكتة الدماغية، تمام، أو the brain attack اسمها. متى بتصير؟ لما يكون عندي blocked blood vessel or bleeding in the brain، يا إما انقطع تروية الدم للدماغ أو إنه صار عندي نزيف بالدماغ. وطبعا كيف تعرف إنه الشخص معاه ستروك؟ بيكون عنده ظاهر عليه عدة أعراض، تمام، مو قادر يحكي معاك، بيكون معاه deviation مثلا بالماوث، facial droop بسموها، بيكون معاه خدر أو مو قادر يحرك أحد جهات جسمه، مش قادر يتوازن، مش قادر يمشي، ما عم بيشوف، بيكون معاه هيدك، وممكن توصل فيه بالآخر حتى إنه يفقد وعيه. تمام؟ فالستروك هي عبارة عن neurological emergency، so time is critical. أي إشي له علاقة بالأشياء العصبية دائما التايم فيها critical، لأنه اللي بيروح ما بيرجع، لو صابوا ضرر بالدماغ ممكن يكون خلاص دائم وما يرجع. فعشان هيك على طول احكي مع 911 وعلى طول حاول تتصرف. تمام؟ immediately call 911. أول خطوة دائما بالستروك السكتة الدماغية احكي مع 911. وطبعا لازم تكون معاك الفيرست ايد كيت لو صار أي إشي، مثلا record the time، أهم إشي إنه متى تسجل الوقت متى صارت معاه هاي الأعراض ومتى اختفت، حتى يعرفوا الأطباء حالته ويعرفوا شو بدهم يعطوه أدوية. تمام، هون the traumatic injuries. The traumatic injuries اللي هي الجزء الثاني من المحاضرة، حكينا عن medical problems، هلأ the traumatic injuries. بداية أول شيء حنحكي عنه اللي هو bleeding، لما يكون عندك نزيف. دائما إحنا لما نشوف نزيف، لما نشوف شخص مصاب أمامي، أول ما أشوفه عم بنزف، عم في دم، عطول أنا بروح أركز على الدم، وممكن هو يكون عم بيصيبه إشي أخطر من الدم. فعشان هيك bleeding is overestimated and draws attention to wounds when more serious injuries should be dealt with first. يعني هو بلفت انتباهك وانت لازم تنتبه انه في اشياء ممكن تكون اخطر. تمام؟ عشان هيك لما تشوف حدا عم بنزف دائما اعمل quick overview of the person to make sure something more serious is not being overlooked. انك انت ما عم تهمل مثلا اشي اهم من bleeding حاليا. هاي نقطة لازم 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 تتذكروها، انه لازم التزم بالpersonal protective equipment لما اجي اتعامل مع bleeding او اي body fluid، بس بالذات bleeding لانه هو اللي يعني most common. لازم يعني احمي حالي من الامراض اللي ممكن تنتقل عن طريق الدم. لما اشوف شخص بنزف most effective way حتى اوقف نزيفه اني اعمل direct pressure، اني اضغط على الجرح تبعه، تمام، بشاش طبعا مش بايدي، واكون لابس الجلوفز وبكون حاطط شاشه وبضغط عليها لحد ما يوقف النزيف. تمام؟ طبعا لما يكون عندك اكثر من جرح دائما شوف شو أسوأ واحد فيهم، شو اكثر واحد عم بنزف وبلش فيه. تمام؟ لو كان عندك شخوط بسيطه مثلا او جروح، خلص بس استخدم لهم انتيبايوتيك سالف. تمام؟ انه بس حط لهم اللي هو المرهم، حكينا انتيبايوتيك، حكينا هذا من ضمن اصلا الفيرست ايد كيت، تمام، احد الادوات بالاسعافات الاوليه، بس حط له عليهم حتى تعقمهم وحتى تمنع التهابهم وبس، ما في داعي انك تعمل لهم دايركت بريشر. وانت كطبيب لازم تتذكر شغله، انه قبل ما تعطي اي شيء في انتيبايوتيك لمريض، سواء كان مرهم سواء كان دواء او اي شيء، دائما اسألوا عن الحساسية. تمام؟ ask if they have any allergies before applying the antibiotics. هاي يعني بالحالة هاي، بس دائما انت كطبيب قبل ما تعطي antibiotic دائما اسأل عن الحساسية حتى ما تعتبر مهمل يعني ويرفع لك قضية. Massive bleeding can occur due to extreme injuries such as open fractures. شو open fractures؟ لما يكون عندي مثلا انا عظمي انكسرت واخترقت الجلد، فأدت لي انه صار عندي bleeding وصار عندي يعني عندي كسر وعندي bleeding مع بعض، فهذا بسموه open fracture، أو حنشوف له اسم اللي هو compound fracture، يعني صاير فيه شغلتين bleeding وكسر. لو ما نفع معاي الـ direct pressure، لو ما وقف النزيف، باجي بدي أحط إيش؟ إشي اسمه tourniquet. التورنيكيت اللي هو ممكن يكون إشي زي هيك، زي حزام belt، أو ممكن يكون blood pressure cuff، هاي اللي بنحطها لما نجي نقيس الضغط لو بتعرفوها، أي شيء بيوقف النزيف. هلا هحكي لكم كيف حنحطها. طبعا في منها commercially prepared، يعني انه انت هيك تشتري اشي اصلا هو جاهز زي هيك، وطبعا هاي بتكون افضل اكيد.
بس لو ما عندك انت مش متوفرة عادي بتحط piece of cloth and stick like object، يعني اي شيء حواليك هيك قطعة من الملابس وتحط عليها stick like object. شوفوا بتربطها اول مرة بتحط stick like object، ترجع تربط عليها وبتلفها منيح حتى تشد وتقطع ال يعني حتى يتوقف النزيف. تمام، طبعا هي بتكون painful بس هي ضرورية فعليا، يعني اكيد انت قاعد عم تمنع وصول الدم لمنطقة معينة بجسمك، اكيد هذا الاشي مؤلم حيكون، ولكن اشي ضروري. وطبعا هو بنفس الوقت خطير ان انت قاعد يعني عم تمنع الدم يوصل، ممكن يؤدي انه يموت مثلا هذا الجزء. فعشان هيك اذا انت ما بتعرف تحطها ما يعني ما تيجي تحكي انه خلص يلا بدبر حالي، ما تحطها ابدا لانها هي خطيرة وممكن تسبب مضاعفات. ودائما الجأ لها كطريق ثاني، مش اول ما تشوف نزيف تروح تحط التورنكيت، لازم اعمل اوجي دايركت بليدنج، لو ما زبط ما نفع تستخدمها. كيف بدك تستخدمها؟ حكينا انه اول اشي انت قاعد عم تتعامل مع نزيف دائما البس البيرسونال بروتكتيف جير، تمام، اهم شيء الكفوف وتبعت العيون، هذول اهم شيء بالبيرسونال بروتكتيف جير. بتحط التورنيكيت تقريبا 2 انشز فوق الجرح، طلعوا او مثلا 5 سنتيمتر 3 ل 4 اصابع حسب حجم اصابعك يعني، وضل شدها لحد ما يتوقف البليدنج. واهم شيء انه انت بعد ما تحطها شوفوا كيف انت عملت دايركت بريشر، ما زبط معك حطيت التورنيكيت، حط الوقت اللي انت حطيتها فيها، تمام، حتى بس يوصلوا تبعون الاسعاف يعرفوا متى انحطت ويعرفوا متى حيشيلوها ويعرفوا يتصرفوا. اوكي، فنادي ال 911 وخليك معاه لحد ما يوصلوا العناية. طبعا في حالات بصير عندي فيها internal bleeding يعني نزيف داخلي ما بيبين، ممكن تتسبب من عدة أشياء، trauma, falls, car accidents, crash injuries. ما فاتت تفاصيلهم الدكتورة وقتها وحكت ما حنفوت بتفاصيلهم يعني بهاي المحاضرة. penetrating injuries اللي هي بيكون فيها مثلا اختراق للجلد ممكن بسكينة، تمام، ممكن تعملي برضو internal bleeding، يعني هي بتكون مبينة من برا زي جرح عادي يعني، تمام، جرح صغير وهيك شوية bleeding، بس فعليا البليدنج الكبير بيكون من الداخل لأنه بتكون دمرت أنسجة من جوا، دمرت blood vessels، فقاعد عم بصير عندي internal bleeding، تمام. ومن الاكسترنال بيكون very little external blood loss. أي شخص أمامك بيكون معاه bleeding لازم تنتبه انه ما يصيبه شوك، ما يصيبه صدمة بسبب انه فقد كتير دم، ضل متابع معه. شو الاعراض الشوك؟ هذول احفظوها. loss of consciousness، ببلش يفقد وعيه، ببلش يدوخ، بصير وجهه اصفر، بصير عنده تزايد بنبضات القلب، بصير عنده هيك تزايد بمعدل تنفسه، عم بتنفس بسرعة مو يعني نبضات قلبه عالية. والcold in extremities، بتبلش اطرافه تصير باردة، تمام، لانه فعليا عم بفقد الدم واول اشي بتاثر اللي هن الاطراف، اوكي، فبصيروا كولد. عشان هيك هاي مهمه، اتاكد انك تغطيه وتحافظ على درجه حراره جسمه. احفظوهم هذول الاربعه لو سمحتم. هم نحكي عن الرعاف اللي هو النوز بليدنج. النوز بليدنج لما تيجي تتعامل معاه اكيد اول اشي لازم تعمل شو حكينا، البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، بالذات الاي بروتكشن. ليش الاي بروتكشن؟ لانه الشخص اللي بيكون معاه رعاف اثناء الرعاف بيكون يعني يبلع جزء من الدم اللي هو عم بترعفه، تمام، بتعرفوا لانه المجرى بيكون مشترك ما بينهم، فبيكون ينزل اشياء على المريء وعم ببلع دم، فممكن انه هو يتقيأ. حتى انت مثلا تتجنب اي شيء ممكن يفوت بعيونك، بتعرف انه ممكن يتقيأ فجائي، فانتبه انك تلبس البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت لانك عم تتعامل مع بلاد النوز بليدنج، عم تتعامل مع vomiting اللي ممكن انه يصير. كيف تتعامل طبعا مع الرعاف؟ لازم تضغط على both sides of nostrils، تمام، على النوسترلز اللي هي عند يعني فوق فتحات انفك، بالجزء اللي ما بين البوني بورشن، تحت البوني بورشن. الانف احنا بتكون عندي من فوق من عظم ومن تحت من غضروف، الجزء اللي ما بينهم يعني هيك تحت البوني بورشن، اضغط عليه لمدة 15 دقائق، ما توقف النزيف، ارجع اضغط لمدة 10 دقائق. وإذا طول أكثر من هيك، تمام، لازم تحكي مع 911، يعني دليل إنه بيكون في عندي حالة خطيرة بهاي الحالة. أوكي، هون عندي الـ punctures and impaled objects اللي قبل شوي حكيت لكم عنهم، اللي هم الـ penetrating wounds بيكونوا.
طبعا هدول بيكونوا ليش خطيرين؟ لانهم بيكونوا deeper than is apparent. يعني حكيت لكم بيكون الاكسترنال من برا الجرح بسيط، يعني ما عم بنزف كثير، تمام، بس من الداخل بيكون عامل لي يعني بيكون يعني مسبب لي ضرر للنيرفز، للمسلز، تندنز او بلاد فيسلز، بيصير عندي اشياء بليدنج من جوا. فدائما اي شيء فيه بنكتشر اتوقع انه يكون خطير، ودائما خليه يروح على طبيب، تمام. طبعا كيف توقف نزيفه؟ اول شيء انك تعمل دايركت بريشر، وهاي نقطه كثير مهمه، انه البنكتشر وونز may carry germs deep within a wound and may result in serious infections. يعني شو الاصابه اللي اكثر اصابه مرتبطه بانفكشنز؟ تذكروا انه هي الامبيلد اوبجكتس، اوكي، او البنكتشرز. فليش يعني مثلا ممكن انت يعني يفوت بايدك مسمار، تمام، المسمار يكون ملوث بفوت جيرمز لداخل جسمك، لانه هو عم بفوت يعني وبوصلها للبلد فيسلز مباشره، فعشان هيك دائما بتكون مرتبطه بانفكشنز. اكثر حاله مرتبطه بانفكشنز هي البنكتشرز، تمام، تذكروها، ولازم يشوفه طبيب باسرع وقت، اوكي. طبعا لما يكون مطعون بسكينة مثلا أو بمسمار، لا ما تشيله، تمام، ما تشيل المسمار، ما تشيل السكينة، خليه مكانه، بس حاول اضغط حواليه حتى توقف النزيف، أوكي، وحط هيك شاش، تمام، واضغط عليه، حط الكمبرسنت اللي هي تبعت الابسوربنت كومبرسنت اللي هي بتمتص الدم، أوكي، وبس حاول تلفه وتوديه زي ما هو على الطوارئ، أوكي. هون نحكي عن الاي بروبلمز اللي هي اصابات العين. اصابات العين ممكن تكون بسبب ضربه مثلا، او فات جسم غريب على العين، او لو انت تحك عينك مثلا جرحتها بالغلط، او انك انت حكيتها يعني هيك بشكل مبالغ فيه. فممكن شو يصير معك سيمتومز؟ اكيد العين اول شيء بتعمله، اول شيء بتعمل تقعد تدمع، تيرينج، اوكي، وبتوجعك، immediate pain، changing vision، ممكن انت تبلش تغيرات عندك، مش عم بتشوف منيح، redness، bruising and bleeding، ممكن تسبب انت بنزيف، تمام، بعينك، ممكن تكون كتير خطيرة لدرجة يصير عندي punctures and lacerations، okay. simple irritants flushed using water، يعني لما مثلا انت ماشي بالشارع واجت اجى هواء قوي مثلا وفات غبار بعينك، خلص بس اعمل له flushing بالwater، غسلها بمي. بس لو كان عندك chemical exposure لازم انت تغسلها ب copious amounts of water، يعني حكت الدكتورة ممكن تضل تغسلها لمدة 20 دقيقة توصل فيه، ضل غسلها بالمي، واتصل مع 911 حتى يشوفك مختص بالعيون، يتأكد أنه ما صار أي ضرر لعين، أوكي. مثلا لو صار عندي إصابة بأحد العيون مثلا بأنه فات عندي قطعة زجاج، تمام، لازم لما تيجي تغطيها ما تغطي العين لوحدها، تغطي العينتين التنتين، لأنه هم بيشتغلوا كبيرز، أوكي؟ يعني ما في عندي عين تتحرك بدون الثانية. لو تركت واحدة مثلا، لو غطيت بس المصابة وتركت الثانية حتضل إنه تتحرك وتحرك معها العين الثانية، وممكن تسبب إنه قطعة الزجاج تضل تتحرك وتجرح العين بزيادة، تسبب لها أذى. فعشان هيك، عشان minimize the movement of the injured eye، غطيهم التنتين مع بعض. وبما انه الشخص اللي امامك حاليا بعد ما غطيته العينتين صار تقريبا اعمى، يعني الله يعافينا ويعافيكم، فلازم تضل معه تطمنه، تحكي له عن الاجواء حواليه وتهديه، يعني وتدله مثلا كيف يمشي، كيف يقوم، وهكذا، ما تخليه يعني يخاف كثير. الهيد انجريز اللي هي اصابات الراس، اللي هي بنسميها تروماتيك برين انجري، تروماتيك برين انجري، الستروك كانت برين اتاك، سكته دماغيه، هاي التروماتيك اصابه للرأس أو للدماغ. طبعا بما أنها إصابة للرأس والدماغ، شو الساينز والسيمتومز حتكون متعلقة فيها؟ confusion، headache، nausea and vomiting، هاي أهم واحدة، تمام، النوجة والvomiting most important. ممكن يفقد ذاكرته، يفقد توازنه، ما عم بيقدر يمشي، تشنجات، ممكن بالآخر إنه يفقد وعيه، تمام. طبعا إصابات الرأس أو اللي بتسبب ضرر بالبرين ممكن تترك لك آثار، يعني تدوم طول العمر، زي شلل مثلا، أو إنه يفقد ذاكرته بشكل نهائي، فهذا الإشي حيأثر على طول حياة المريض. spine injuries اللي هي إصابات العمود الفقري، إصابات العمود الفقري طبعا كتير حساسة أيضا، لأنه أنت عم بتصيب بالعمود الفقري، بتصيب الأعصاب اللي فيه،
ممكن تنتج عن any physical activity. أوكي، ممكن مثلا خلال حادث سيارة، اللي بيعملوا سبورتس أو ما إلى ذلك، وغالبا بتكون مترابطة مع الهيد انجري. يعني بصير عندي هيد انجري وسباين انجري مع بعض، تمام؟ يعني بالكار اكسيدنت بخبط راسه، بخبط ظهره بمكان، فبسبب إصابة للبرين وللسباينال كورد. هذول احفظوهم برضه، انه مين الاشخاص اللي بيزيد عندهم الريسك انهم ينصابوا بسباين انجري؟ الاشخاص اللي بيكون عمرهم اكثر من 65 سنه، الاشخاص اللي بيكونوا راكبين بايسيكل او موتور سايكل اللي هن الدراجات مثلا الناريه، وبيكونوا مش لابسين الخوذه تبعتهم مثلا او البروتكتيف ايكويبمنت، الكار اكسيدنتس حوادث السيارات، او اللي بوقعوا من اماكن مرتفعه، الشخص اللي بيحكي لك انه عنده بين بالميد لاين اوف ذا نيك اور باك، تمام؟ يعني بمنتصف ركبته وظهره على البوني بروميننسيز اللي هي البروزات العظميه، تمام؟ لما يجي يحكي لك انه في الم هناك، تعرف انه هو ممكن يكون معاه سباين انجري، ممكن يصيبه خدر هيك او تنميل تينجلينج. انتوكسيكيشن، الاشخاص اللي بيكونوا بتعاطوا مخدرات او كحول معرضين اكثر انهم ينصابوا بسباين انجري. طبعا الشخص اللي بيكون معاه سباين انجري بيكون انستابل، بيكون غير مستقر، فانت حاول انك تتجنب اي حركه، لا اي تتحرك اي حركه له، ما تخليه ينحني، ما تخليه يدور، سواء ركبته او يعني كل جسمه خليه ثابت، تمام؟ avoid bending, flexing or twisting the person's head or neck، ما تحرك لا راسه ولا ركبته لحد ما يجوا المسعفين وشوفوا بيلبسوا هذا الاشي وخلاص بيصير ثابت وهن بيحركوه زي ما بدهم. سو انت حاول تخليه ستيبل لحد ما يوصلوا ال 911، تمام؟ إصابات العظام والمفاصل، بدي اياكم تعرفوا انه هن الكومن اوكرنسز ان ديلي لايف، دائما بالطوارئ، حتروح على الطوارئ دائما بتلاقي شخص مكسوره ايده، مكسوره اجره، دائما موجوده. مين اكثر ناس معرضين انه ينكسر لهم شيء؟ اللي هم الفيزيكالي اكتف، زي مثلا اللي بيلعبوا رياضات، او الاطفال طول نهارهم ينطوا، فدائما بتلاقي وقع كسر ايده. فهذول الاشخاص معرضين انهم يصيبهم بوينت بون انجريز. الالدرلي اند ذا انفيرم ار اولسو ات هاي ريسك، لانه بيكون يعني عظامهم هشه، تمام؟ معرضين انهم برضه الكبار بالعمر ينصابوا باصابات زي هيك. سبرينز، سترينز، بريكس، اللي هم الالتواءات، تمام؟ او كسور. السبرينز والسترينز، السبرينز بتكون أسوأ يعني، تمام؟ او اشد. متى بتصير الالتواء؟ لما انت تعمل موشن على الجوينت، تمام؟ تحرك هاي المفصل بدرجة أكثر من المفروض يتحركها. يعني أوكي، أنت مثلا بتقدر تدور مثلا من تحت، تعمل روتيشن لعظمة الكاحل، أوكي؟ بس إذا أنت صار لها وأنت تمشي مثلا صار لها روتيشن زيادة، هاي بتسبب لي سبرين. كيف بدي أعرف إنه الشخص معاه سبرين؟ بيطلع عليه، بيصير معاه ألم، بينتفخ مثلا مكان ما صار معاه التواء، وممكن يصير معاه بروزين، هو زي هيك دم بتجمع تحت الجلد، تمام؟ بعطيك كدمة زرقاء. وطبعا احنا ما بنكون متاكدين انه هو ما معاه بون فراكتشر الا اذا عملت له اكس راي، فحاول انه انا بشوف شو الخطوات اللي بنعمل له اياها، وحاول انك تنقله على المشفى حتى تتاكد انه هو ما معاه كسر، تمام؟ So the first aid care for both sprains and broken bones، تتاكد انه السين امن حواليك والبيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، هاي الخطوات دائما لازم تتاكد منهم، حكينا هذولا قبل ما تبلش تعمل الفيرست ايد اساسا، تمام؟ اول شيء بتعمله انك تتاكد من امان السين حواليك والبيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، بالذات لما يكون عندك بودي فلويدز، بدك تحط له اذا عنده اي جروح حط له شاش عليهم، حط ايس باك، تمام؟ ايس باك اللي هي زي ثلج، حط له او شيء بارد على مكان ما عنده سويلينج أو بين، تمام؟ لمدة 20 دقيقة، وروح على المشفى وانقله على المشفى. طبعا في حالات انت مش لازم انت تمسكه وتنقله على المشفى، لازم انت تنادي 911 وهم يتعاملوا معاه لما يكون عندك جرح، تمام؟ جرح مفتوح يعني، لما يكون عندك abnormal position or bent extremity، يعني صار عنده مثل التواء بالكاحل وكتير يعني شديد ومش قادر يحركه أبدا، ما تمسكه انت تحركه أو هيكا، خليه مكانه وفيجن 911 بيعرفوا يتعاملوا معاه. obvious joint dislocation، لما يتحرك عظمة من مكانها الأصلي، ممكن هاي أكثر إشي بتصير بالكتف، تمام؟ عظمة الكتف إنها بتطلع من مكانها، فأنت ما تحاول إنك ترجعها أنت، لأن هاي لها طريقة بيعرفوا يعملوها المسعفين. ممكن يصير معاك open or compound fracture، أوكي؟
اللي هو حكينا عنهم، اللي هو لما يصير في عندي كسر بالعظم ويطلع يخترق الجلد، فمنه بصير عندك بليدنج وبصير عندك كسر، فهذا بسموه كومباوند. A splint can protect an injured extremity. لما تشك انه هو مثلا ممكن معاه كسر، تمام، انت بعدك ما تأكدت انه معاه كسر، بتعمل له splint زي جبيرة. مثلا بتحط له، لو كان اصبع بتحط له مثلا خشبة او قلم وبتلف له اياه، تمام، عشان ما يحركه، عشان تثبته. اوكي، لو كان مثلا على قدم ممكن تلفه بمنشفة او هيك. السبلنت ماتيريال هو الاشي اللي يعني الصلب اللي بدك تحطه، بتحطه حواليه وبتلف عليه مثلا المنشفة او هيك وبتثبته. ولازم هاي اشي نقطة كتير مهمة، لما تحط السبلنت تنتبه انها ما تكون كتير تايت، يعني ما تكون كتير شديدة بحيث انها تمنع تدفق الدم للمنطقة، تمام. فمثلا لو لفيتها على ايد لازم تتاكد انه الفينجر تيبس امامك ظلت وارم اند بينك، تمام، تضل درجه حرارتها من درجه حراره الجسم، ما تضل ما تكون بارده وتكون بينك لونها، لانه لو صار لونها ازرق او صارت بارده بتعرف انه هون الدم منقطع عنها وبتعرف انه هاي مشدوده كثير، فانه ما تشدها كثير عليها. الامبيتيشنز لما يصير في عندي قطع مثلا لاصبع، قطع لايد، كيف تتعامل مع شخص صار معاه amputation؟ أول إشي بدنا نتأكد من السين سيفتي، بدك تجيب الفيرست ايد كيت لأنه على الأغلب أكيد هو معاه نزيف، والبيرسون بروتكتيف إكويبمنت، هاي كتير مهمة. وأول إشي احكي مع 911 قبل ما تبلش تعمل له أي شي، تمام، لأنه على الأكيد لازم ينقل للمستشفى. وأبلاي دايركت بريشر حتى توقف النزيف، أوكي. بدك تمسك الامبيوتيتد بودي بارت لو كان أصبع مثلا، هلأ حنشوف شو الخطوات اللي لازم أعملها معاه، وضل حاول انه توقف له النزيف وبس تستنى 911 يجوا ياخذوه الامبيوتيتد بارت، وهناك بالمستشفى بيعملوا له الامور المناسبه. طبعا الامبيوتيتد بارت كيف تتعامل معاه؟ بدك تمسكه اول شيء، طبعا اكيد 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 بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، لانه صاير عندك قطع، في عندك بلد، في عندك بودي فلويدز، حكيناها ألف مره، انتبهوا لها البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت لما تتعاملوا مع البودي فلويدز، تمام. بدك تمسكه، بدك تغسله بمي نظيفة، تمام، وبعدين تلفه بشاش وتحطه بحقيبة بلاستيكية، تحطه بحقيبة بلاستيكية وتعملها سيلينج. طيب ليش بدك تعملها سيل؟ يعني تغلقها بإحكام إنه ما يفوت عليها إشي، لأنك أنت بدك تمسك هاي الحقيبة البلاستيكية وتحطها بحقيبة ثانية بتحتوي ثلج، تمام. انتبهوا إنك أنت ما تحط مثلا القطعة الأصبع مثلا المبتور بتحطه بثلج على طول، لا، بتحطه أول إشي بشاشة ببلاستيك باك وتغلقها منيح وتحطها بباك تانية فيها آيس، أوكي؟ وبتكتب عليها اسم الشخص وبتكون حاكي مع 911 وبنتقل للمشفى. وبهيك بنكون خلصنا محاضرة 17. والآن في ختام سلسلة مراجعة محاضرات الانترو، وصلنا للمحاضرة الأخيرة واللي هي محاضرة رقم 20. طبعاً محاضرة رقم 20 أوكي هي طويلة شوي، بس ما بتستاهل إنها التعقيد يعني اللي معظمكم شافوا فيها. كل اللي درسوه يمكن شافوا إنه كلامها سهل ومفهوم، تمام. وعملت لكم أنا هايلايت على الأشياء المهمة فيها، بدي إياكم بعد المراجعة إن شاء الله حتطلعوا منهم فاهمين من المراجعة، يعني فاهمين المفاهيم، وعليكم بس ترجعوا تقرؤوهم وتثبتوهم، تمام. الدكتور حكى معظم الأسئلة حتكون عن المفاهيم وعن الأمثلة البسيطة اللي أعطاها، إن شاء الله حنوضحهم عشان ما تضطروا أنكم تبصموا بصم، بدي إياكم تكونوا فاهمينهم عشان ما تخربطوا بالامتحان. حنزلكم ملفات PDF إن شاء الله عليه الأشياء الهايلايت، وركزوا عليهم وإن شاء الله أموركم تمام. بسم الله نبدأ. لما بنجي نحكي عن الميديكال and professional ethics، عن أخلاقيات المهنة الطبية، إحنا فعلياً ما بنحكي عن standards of conduct، ما بنحكي عن ضوابط سلوكيات الناس العاديين، بنحكي عن ضوابط سلوكيات الأشخاص اللي بيشتغلوا بالميديكال profession، تمام، بيشتغلوا بالمجال الطبي سواء كانوا أطباء ممرضين أو ما إلى ذلك. فأعرفوا هذا المفهوم. الإثكس بدنا نميزها عن الميديكال إثكس. الإثكس هي فعليا فهمنا وتحليلنا للحياة من وجهة نظر أخلاقية، تمام، للmoral life، analysis of moral decisions and behaviors، أوكي. الميديكال إثكس نفس الإشي analysis of moral decisions and behaviors تعتبر، وبدي أشوف شو العمل، شو يعني هذا الفعل right، هذا الفعل wrong، بس ضمن الميديكال practice، تمام. هو فعليا a branch من الإثكس، هي فرع منها. الموراليتي اللي هي الأخلاقيات بشكل عام widely shared social principles، هي مبادئ
مجمع عليها عالميا عشان تحدد سلوكيات الإنسان، أيها صحيحة وأيها خاطئة. تمام؟ أوكي، لما بنيجي نحكي عن الأشخاص ليش بيروحوا عند الأطباء؟ بيروحوا عند الأطباء عشان إنهم يعالجوا ألمهم، إنهم يرجعوا لهم صحتهم. أوكي، وبيسمحوا للأطباء إنهم يكشفوا عن أماكن فيهم وبوثقوا فيهم. ليش؟ because they trust their physicians to act in their best interests، لأنهم عارفين إنه أطبائهم رح يعملوا كل شيء لمصلحتهم وبوثقوا فيهم. إذا علاقة الطبيب مع مريضه قائمة على الثقة، تمام؟ ركزوا عليها إنها قائمة على الثقة. أوكي، إذا العلاقة هاي based on trust، سواء علاقة الطبيب بمريضه أو بالسيروجيت تبعه، السيروجيت اللي هو أخوه أمه أبوه، تمام؟ يعني المسؤول عن المريض لو كان المريض مش واعي أو لو كان طفل مثلا. طبعا هاي الثقة بتحمل الطبيب عدة مسؤوليات لازم يلتزم فيها، يعني بسبب إنه بسبب الثقة اللي انوضعت عليه. لازم أول شيء place patient's welfare above the physician's own self-interest، لازم دائما يحط ال patient هو ال first consideration إله، مصلحة المريض لازم دائما يقدمها على مصلحته الشخصية. use sound medical judgment on patient's behalf، لازم إنه دائما يصدر أحكام طبية يعني تكون بمصلحة المريض، يعني ما أجي مثلا أعرض على المريض دواء أحكي له أنه ما إلك هذا العلاج، ما إلك غير هذا العلاج، وأنا مثلا وصفيت له إياه بس عشان إني مثلا أروج لشركة معينة، تمام؟ فإنه أنا لازم أعطيه أفضل الخيارات المتاحة ودائما أكون منصفة له وأدافع عنه. To advocate the patient's welfare. ليش أنا بتعلم الميديكال إيثكس؟ الميديكال إيثكس بشكل أساسي بتعلمها عشان أنا الميديسن عندي patient centered، تمام؟ patient centered و evidence based. evidence based بنعرف إنه لازم أنا أكون عامل تجارب بالعلاجات اللي بقدمها للمرضى، وأنا رعايتي كلها بتدور حوالين المرضى، تمام؟ patient centered، فلازم أعرف كيف أتعامل معه، ولازم أعرف كيف أبرر للمريض ليش بختار هذا الدواء مثلا أو هاي العملية عن غيرها، تمام؟ لازم to justify why they advocate one course of action over another، لأنه وأوضح له الأسباب الساينتفك والتكنيكال، إنه مثلا أنا ما عندنا مش متوفر بالأردن غير هذا الدواء. الساينتفك إنه مثلا أنت عندك مرض تاني بيأثر لو أخذت الدواء هذاك، فاهم علي؟ فإنه أنا بعطيك دواء A مش B لأنه B مثلا خطير عليك. فإنه بعطيه الأسباب وبوضح له. وبرضه value judgments اللي هي بعطيه أفضل دواء بالنسبة لحالته، أوكي؟ والميديكال إثكس برضو بتجهز الطلاب حتى يتعاملوا، تمام؟ بتجهزهم حتى يتعاملوا مع المواقف الصعبة بالمستقبل، كيف يتعاملوا معها بشكل منطقي وممنهج، وضرورية حتى تنظم تفاعل الطبيب مع المجتمع تبعه وزملائه، أوكي؟ هذولا مو حفظ، يعني بحكي لك شو الوعد اللي بده يقسموه الأطباء بس يتعينوا بوظيفة طبية، إنه أنا بدي أكرس حياتي للمرضى، بدي أحترم أساتذتي، بدي أشتغل بضمير وكرامة، والدكتور حكى عنهم مو حفظ، تمام؟ قرأهم قراءة. الـ principles بدي إياكم هلا كل ما نحكي عن مفهوم بدي أنا قاعدة بعلم لكم الأشياء اللي يعني تعريفهم، تمام؟ فبدي إياكم تميزوهم عن بعض، يعني لما أجي أحكي principles هي general guides، زي هي إطار كبير، تمام؟ إطار عام بضبط لي أنا تعاملاتي. طبعاً هذا الإطار العام بعطيني مجال، تمام؟ بعطيني مجال إني أنا أعمل judgment in specific cases، يعني بناءً على ضمن هذا الإطار أنا بعمل rules، بطلع rules بناءً على الحالة اللي أنا موجودة فيها، بس ضمن إطار هدول the principles اللي هم اللي يمثلوا the most comprehensive norms in the ethical framework، تمام؟ هم بشكله الإطار الأكبر إلي واللي بيحددوا سلوكياتي. اعرفوا هذول الأربعة، تمام؟ أربعة principles إن respect for autonomy، non maleficence، beneficence، والjustice. respect for autonomy اللي هي استقلالية المريض، بيحترم إنه هو إله الحرية باتخاذ قراراته. non maleficence إني أنا مش لازم أسبب له أي ضرر. beneficence إني أنا بدي أقدم له منفعة ومساعدة. وjustice بإني أوزع ال benefits، ال risk، ال costs، وبدي أوزع ال healthcare بشكل عام على الجميع بشكل متساوي. example of rules اللي أنا بستنتجها، مش إحنا حكينا إنه هذولا يمثلوا الإطار العام، تمام؟ example of rules ممكن أنا أستخلصه من هذولا ال principles، إني دائما أخبر الحقيقة، الخصوصية والثقة والإخلاص والinformed consent، إني دائما أنا أخذ موافقة المريض
تمام، بشكل اني اعطيه المعلومات واخذ موافقته عليها. لما نيجي نحكي عن الاوتونومي، اوتونومي كمفاهيم هي السيلف رول، ليبرتي رايتس، برايفسي، فريدم اوف ذا ويل اللي هي حريتك، تمام، يعني حريه رغبتك. كل الاشياء اللي معلمه عليها بتدل نفس المعنى، تو بي فري فروم انترفيرنسز باي اذرز، ما في اشي ياثر عليك، انت تكون حر بقراراتك ورغباتك. اوكي، act by own will in accordance with self chosen plan. انت اختار، لو انت يعني نعطيك خيارات علاجك انت بتختار الخطه اللي بدك اياها واحنا بنحترم قرارك. في عندي عنصرين او خاصيتين مهمات للاوتونومي، هي الليبرتي والابيليتي فور انتشنال اكشن. ليبرتي اللي هي الاندبندنس، اوكي، اللي هي الاستقلاليه. الابيليتي فور انتشنال اكشن انه يكون قادر انه يعطي قرار مقصود بناء يعني ناتج عن فهم وتحليل واختيار صحيح. The characteristics of autonomous action، لما نجي نحكي انه هذا الفعل ناتج عن autonomy، لازم يكون ناتج عن نية intentional will، عن understanding و no controlling effects، ما في اشي اثر عليه. اوكي، اذا understanding لازم يكون فاهمه واعطى خيار بناء عليه، لازم يكون انه هو ناوي ويعني متعمده، اوكي، وما في اشي مأثر على قراره. هلا بحكي لك، هلا الاوتونومي استقلاليه المريض والاوثوريتي اللي هي سلطه الطبيب، هل بينهم تعارض؟ لازم نحكي انه لا، ما في تعارض. يعني لو جاب لك سؤال true or false انه there is conflict between the autonomy and authority، بنحكي انه no، ما في، تمام، اوكي، okay, false. The conflicts between the two extremes arise from inappropriate presentation or communication of each principle to another in practice. يعني لو حدا اساء استخدام، يعني هلا المريض عارف انه المفروض ياخذ قرارات بشكل ما يأذي، تمام، والأوثوريتي اللي هو سلطة الطبيب عارف إنه هو صلاحياته مثلاً إنه يشوف شو أفضل الخيارات للمريض ويحط له إياهم ويسمح له إنه هو يأخذ القرار. أوكي، فلما كل واحد يلتزم بحدوده ما بصير عندي أي تعارض ما بينهم. أوكي، respect for autonomy، كيف أنا كطبيب بدي أحترم خصوصية الاستقلالية للمريض. طبعاً احترام ذاتية المريض تتضمن إنه المريض يكون عنده hold views, make choices, act upon personal values or beliefs، تمام؟ إنه دائما يكون عنده وجهات، عادي يكون عنده وجهات نظر، بدي أحترم إنه عنده وجهات نظر، بدي أحترم إنه هو لازم يعني عنده خياراته وبده بده يختار حسب ما هو يعني بيشوف إنه هو صح أو مناسب إله، تمام؟ فأنا لازم respect the action, the position, the feelings and attitude of, and way of thinking. هذا صراحة ما بهمني كثير. اللي بيهمني هون إنه الطبيب شو لازم يعمل حتى يأكد هذا الحق للمريض. لازم أول إشي recognition that all persons have unconditional worth، لازم الكل لازم تكون عارف إنه كل الأشخاص إلهم الأحقية غير المشروطة إنهم يختاروا مصيرهم، تمام؟ non intervention in the affairs of persons، ما تتدخل بشؤون المرضى اللي أنت ما إلك فيها، يعني اللي بعيدة عن مجالك. act autonomously with no pressure or terrifying or terrorizing environment، إنه اسمح لهم هم يختاروا، اسمح لهم هم يتصرفوا بأنفسهم بدون ما أنت مثلاً تقعد تهدده، تقعد تحكي له إذا ما أخذت هذا العلاج أنت حتموت، بدون يعني تقعد تخوفه، بتعطيه أنت خيارات منطقية وهو بيختار على كيفه. avoiding attitudes of ignoring, insulting, degrading، إنه ما تهينه، ما تشتمه، تمام، ضل محترمه. avoiding overlooking the person's own goals or plans، يعني ما تطنش أنت أهداف هذا الشخص في سبيل مصلحة المستشفى أو مصلحة نفسك. أوكي، disclosing information، دائما خليك صريح، احكي له كل المعلومات. balancing autonomy and the principle of beneficence، وازن ما بين الأوتونومي والبنفيسنس، يعني مش إنه تسمح له لحد إنه يموت، والله حكى لك إن خلص أنا ما بأخذ هذا العلاج، قل له آه طب خلص ماشي ما بدك بلاش، وإنه تسمح له يموت، لا، بتحاول تقنعه لآخر لحظة، تمام، عشان انت اهمية يعني هدفك الاساسي انك تقدم له منفعة. examples on respecting autonomy but balancing with other principles، هذول زي الرولز اللي حكيناهم فوق، انه لازم tell the truth, respect the privacy, confidential information، يعني هذول examples انه انا كيف بدي اوازن بين الاوتونومي والprinciples واطلع منها برولز. اوكي، لازم احصل منه موافقة، ولازم لو هو طلب مني مثلا اني انصحه بقرار او هيك، يعني لازم اساعده انه ياخذ قرار مهم زي competence and consent. competence اللي هو بدي أعرف شو يعني competent person، يعني الشخص المؤهل. طب ليش أنا بدي يكون شخص مؤهل حتى يعطي consent؟ consent اللي هي موافقة، تمام، لازم يكون عندي شخص مؤهل. شو يعني شخص مؤهل؟ يعني قادر إنه يكون بمهمة معينة. أنا بالhealthcare شو مطلوب من المريض؟ مطلوب من المريض إنه يعمل decision making،
بخصوص علاجه أو بخصوص مثلا مشاركته ببحث. أوكي، إذا decision making هذا الـ competent person اللي هو الشخص القادر على أنه يعمل يتخذ قراره بنفسه. مين عندي ناس مش competence بيكونوا ما بنعتبرهم competent؟ اللي هم الـ children, الـ minors, patients in coma, patients with mental illness، تمام، اللي هم الأطفال القاصرين، الأشخاص اللي بغيبوبة، الأشخاص اللي معهم اختلالات عقلية. هذولا لهم أحقية إنهم، يعني مش بحكي والله إنه أنا يلا راح أخذ القرار عنهم، لا، هم لهم أحقية إنهم يتخذوا القرار أو إنه حدا من أقاربهم يتخذ القرار عنهم، بس إني أنا أتصرف على كيفي لا، تمام. Their substitutes, parents, relatives, spouse should decide، هم بيقرروا عنهم. أوكي، طبعا الـ decision making process of an adult person can be influenced by some conditions. إنه ممكن تتأثر عملية اتخاذ القرار، حكينا إنه بتخليه هذا الشخص غير competent. شو الأشياء اللي بتخليه غير مش competent؟ هي حالات مرضية ممكن تكون، ممكن تسبب له permanent incompetence أو temporary incompetence اللي بيكون فيها rapid reversibility. permanent يعني خلاص، يعني راحت عليه للأبد ما بقدر يتخذ أي قرار لإله. rapid اللي بيكون فيها temporary أو rapid reversibility اللي هو يعني بتكون بس تمنعه لفترة من الزمن إنه يتخذ قراراته، بعدين عادي برجع قادر إنه يأخذها. طبعاً كيف بدي أعمل evaluation أو estimation كيف إنه هذا الشخص مؤهل إنه يأخذ قراره ولا لا؟ بدي أعمل له عدة tests أو فحوصات، مثلاً إني أسأله عن time and place orientation، إحنا بأي مكان، بأي تاريخ، بأي سنة، persistence، memory، understanding، شو قديه مدى فهمه للأشياء اللي بحكيها، coherence، قديه مدى ترابط المعلومات اللي عم بحكيها. لو نيجي نحكي عن الكونسبت اللي هي الموافقة، the basic model of respective autonomy in health practice، احفظوا هاي الجملة، أبسط نموذج لاحترام استقلالية المريض هي أخذ الموافقة منه، تمام؟ لأي procedure أو treatment بدك تعطيها للمريض أو لأي إشي بدك تعمله إياه لازم إنك تأخذ موافقة، تمام؟ هلأ الموافقة ممكن تكون implied، ممكن تكون informed consent بالwriting، أوكي؟ كيف يعني implied؟ يعني أنت جاي مثلاً تقيس ضغط للمريض، تمام؟ حكيته بدي أقيس لك ضغطك، فهو راح رفع لك كم إيده، فإنه خلص أنت هيك عرفت إنه هو وافق لك وخلص، يعني بدون ما يحكي لك إنه وافقت ولا إنه وقع لك إني أنا موافق تقيس ضغطي، بس هو أعطاك موافقة ضمنية إنه أنا سامح لك يعني تقيس ضغطي. دائماً بالميديكال and biomedical practice حاول إنك أنت تعطيهم informed consent، يعني مثلاً تعطيهم ورقة مكتوب عليها informed، يعني مكتوب عليها كل المعلومات عن هذا التريتمنت او عن هذا العلاج، اوكي، وعشان هم يكونوا عارفين كل تفاصيله قبل ما يوقعوا عليه ويوافقوا. طبعا informed consent means autonomous understanding and absence of control by others، لازم يعطي موافقته بناء على فهم المعلومات اللي اعطيته اياها والabsence of control by others، ما في حدا عم بيأثر على قراره. اوكي، هاي الموافقه حتى تكون صحيحه وتكون معتمده، تمام، لازم تكون informed، لازم تكون competent، ولازم تكون free to decide. يعني حتى هاي الموافقة ما تقلب ضدك للأمام، يعني ما يقدر يرفع المريض عليك قضية فيها لقدام. لازم تكون informed فيها كل المعلومات عن العلاج. be competent، لازم المريض يكون قادر ومؤهل لاتخاذ قراراته، تمام، مش تروح تعطي لواحد مجنون انه وقع لك على ورقة انه بدك تشارك ببحث، هذا الاشي غلط. و free to decide إنه ما في إشي بيأثر عليه، تمام، يكون free من أي تدخلات. هاي الكونسنت ممكن يستخدموها، ممكن تكون حجة عليك إنه أنت قصرت بإشي تجاه المريض فيرفع عليك قضية المريض. عشان هيك لل major procedures it's wise to obtain evidence that consent has been given in writing، لازم أنت دائما تثبتها يعني بالكتابة، تمام، وتكون valid، تكون متوافرة فيها كل الشروط، حتى لو رفع عليك يعني المريض قضية أنت تكون موافقة قدامك وتكون valid صحيحة وما تتعاقب قانونيا. patients may withdraw their consent at any time، يعني أوكي ممكن وقع لك المريض أعطاك موافقته بس هو إله الأحقية أنه يسحبها متى ما شاء مدام أنت لسه ما بلشت له بالعلاج، أوكي، يعني قبل ما يفوت العملية يحتاج أنه خلص بطلت بدي إياها، حتى لو كان موقع لك ما بصير تحكي له أنه خلص لا لازم تعملها، ما بصير. طيب شو نتيجة إنك أنت تقصر بالموافقة، سواء إنك مثلا ما أخذتها منه أو إنك أخذتها بشكل خاطئ؟ أول إشي بترتب عليك ثلاث إجراءات. في عندي civil proceedings اللي هي الإجراءات المدنية. الإجراءات المدنية متى بتصير؟ متى يعني بتتحول إلها؟ لما تعمل الإهمال اللي هو negligence. أوكي، negligence أو إهمال المريض لازم المريض يثبت عليك حتى يتهمك إنك أنت كنت negligent. بده يتهمك إنه يثبت عليك ثلاث شغلات. بده يثبت عليك
إنه that the doctor obliged with a duty of care to the relevant patient، إنه هذا الدكتور كان مسؤول عني، يعني مش أنا أروح على أنا كمريض بالمستشفى بقسم مثلاً نايم، يعني بقسم في أروح على قسم ثاني في أشوف هيك طبيب بدي أروح أرفع على القضية، طب ما هو هذا طبيب أصلاً مش بقسمك مش مسؤول عن حالتك، كيف بدك ترفع على قضية؟ أوكي؟ فإنه لازم يكون هذا الطبيب هو اللي كان مسؤول عن حالته، أوكي؟ الـ duty of care. إنه لازم يثبت إنه كان في تقصير بالـ appropriate standard of care، إنه ما قدم له العناية المناسبة، ولازم يثبت برضه إنه هذا التقصير سبب للمريض أذى أو سبب له ضرر، أوكي؟ What is duty of care؟ شو يعني duty of care؟ Duty of care is an obligation on one party to take care to prevent harm by another. يعني إنه هو إلزام لأحد الأطراف بإنه يمنع أي ضرر للطرف الآخر. أوكي؟ طبعاً مين هون أنا اللي بده يمنع الضرر؟ اللي هو الدكتور مسؤول عن البيشنت، عنده duty of care على البيشنت. بس وين هذا الحكي؟ هذا الحكي ضمن العيادة، ضمن الهوسبيتال. Outside the hospital أو الدكتور سيرجري، تمام؟ لو يعني لو كنت بالشارع، a doctor would not normally owe a duty of care if he didn't attempt to help. يعني لو انت مريت من جنب حادث سيارة ما عليك إشي، ما عليك مسؤولية انك مثلا لو ما ساعدت هذول الأشخاص، انت كنت مستعجل مثلا مش قادر توقف، فلو ما وقفت عادي ما عليك أي مساءلة قانونية. ولكن إذا انت وقفت وحكيت لهم انك انت طبيب وانه انا بدي جاي أعالجه أو هيك، خلص انت هون حملت حالك لديوتي أوف كير وصرت مسؤول عنه قانونيا. لو قصرت بعلاجه او قصرت بالاهتمام فيه حتعتبر مهمل وحتتحول على civil proceedings. تمام؟ طبعا need information about benefits, risks and alternative treatments available. شو لازم انت تعطي للمريض بالconsent؟ لازم تعطيه كل الانفورميشن عن منافع هذا الدواء، عن اخطاره، عن لو في ادويه بديله. تمام؟ لازم تعطيه كل المعلومات عشان ما يقدر يرفع عليك قضيه. لانه مثلا لو قصرت باعطاء احد المعلومات، مثلا زي particular complication، انه مثلا في ضرر ممكن يصير بسبب هاي العمليه انت ما حكيت له عنه، فبحكي لك المريض انه انا لو كنت اعرف انه هذا الضرر حيصير معي انا ما كنت حوافق على العمليه. تمام؟ فانه انت لازم تكون معطيه كل تفاصيل النتائج حتى ما يرفع عليك قضيه او ما تكون مساءل قانونيه. اوكي؟ الكريمنال بروسيدنجز اللي هي الاجراءات الجنائيه تعتبر. اوكي؟ اللي هي متى بتصير؟ لما انت تعمل شغله للمريض بدون موافقته، تمام؟ بدون اذنه، او انك تعمل شغله باذنه ولكن انت يعني الانتنشن تبعك رونج يكون، يعني انت عندك اصلا نيه مش سليمه. لو شو اهم مثالين على الكريمنال بروسيدنجز؟ اللي هو سيكشوال مولستيشن اند انيسيسري تريتمنت فور فاينانشال جين، اللي هو التحرش الجنسي، او انك مثلا تعمل له شغله هي مش ضرورية، مثلا انك انت كطبيب اسنان انك تروح تحكي له انت بدك 5 حشوات وهو بده واحدة اساسا، فانتو بس عشان هيك تكسب، يعني تكسب مصاري اكتر. sexual molestation انه مثلا انت تعمل breast or vaginal examination وهن مش ضرورية بس عشان انه هيك لرغبة في نفسك. اوكي؟ فلو حكولك مثلا حجاب لك سؤال انه sexual molestation and necessary treatment for financial gain بحولوك لأي proceedings بنحكي انها criminal. تمام؟ disciplinary proceedings اللي هي لما يكون اللي مثلا بنقابة الأطباء أو لجنة الأطباء، تمام، بالمشفى أو كنقابة أطباء بشوفوا تقصير الطبيب، أوكي، وهن بيطلعوا حكم عليه، بقيموا شو الخطأ اللي هم، تمام، ضمن medical practice guidelines. لو ما التزم فيهم بتيجي البراكتس بانل هو بتحاكمه. When is a patient's consent not required؟ يعني في هاي الخمس حالات احفظوهم مهمين كثير. إذا ما يعني مش مضطر إنك تأخذ فيها موافقة من المريض، النيسيسيتي اللي هي الضرورة، الإمرجنسي لما يكون في عندك حالة طوارئ، يكون مثلا شخص بالشارع أمامك ما حوالي حدا، عمل حادث سيارة ما في معاه حدا بالسيارة، ما حدا لسه جاي من أهله، يعني بس أنت وياه، هاي إمرجنسي عشان أنت تمنع له أي ضرر أو أي أذى، فأنت بتروح بتعالجه، بتبلش علاجه بدون ما تأخذ موافقته. تمام؟ طبعا هذا لو كان إنه غايب عن الوعي. لو كنت قادر إنك تأخذ منه consent، لو كنت قادر إنه يعني شفت إنه هو competent وموافقته صحيحة، فأنت لازم تلتزم إذا هو وافق أو لأ، ما دخل. تمام؟ أما إذا كان مثلا غايب عن وعيه وما في حدا يقرر عنه، أنت هنا هاي تعتبر ضرورة وبتقدر إنك تعالجه بدون موافقة.
The ordinary conduct of daily life، يعني مثلا الأشياء اللي بنعملها بالحياة الطبيعية، زي إنك تسلم على المريض، يعني عادي تقدر إنك تسلم على المريض. إيه لو كان مثلا خبرته بخبر سيء مثلا وقعد يبكي قدامك، فإنه هيك مثلا تضطبط على إيده أو على كتفه، إلا لو هو نبهك إنه هو ما بده. بس عادي يعني giving a welcoming handshake or reassuring pat يعني لا تعتبر إهانة للمريض وما لا تحاسب عليها قانونيا. mental illness، الناس اللي هدول أصلا بيكونوا مش competent، حكينا من اللي عندهم اختلالات عقلية، public health modifiable disease زي مثلا بكورونا، مضطرين إنه إحنا نحجر المرضى حتى لو هم مش موافقين، تمام؟ يعني هون موافقتهم مش مطلوبة، يعني لا نحاسب عليه القانوني لو إحنا مسكنا المريض وحجرناه غصب عنه، لأنه هذا بده يؤثر على الصحة العامة. والchildren and minors هذول لو كانوا مش يعني الكونسنت منهم بالذات مش ضرورية، ولكن أكيد حتاخذ من أهلهم. information، المعلومات اللي هي اللي بدي أعطيها للمريض. شو المعلومات اللي للمريض اللي له حق إنه يعني نحكي له إياها، تمام؟ لازم تكون عن حالته، عن the treatment options المتوفرين له، أوكي؟ طبعاً كمية هاي المعلومات اللي أنا بدي أعطيها بتعتمد على عدة شغلات، عدة عوامل. طبيعة مرضه، طبيعة حالته، مدى تعقيد العلاج اللي هو حياخده، المخاطر المرتبطة بهذا العلاج، والمريض قديش هو حاب يعرف معلومات، تمام؟ لو بدنا نيجي نحكي إنه الـ information which patients want or ought to know، شو المعلومات اللي بدهم يعرفوها؟ أول إشي بدهم يعرف هم التفاصيل عن مرضهم والـ prognosis اللي هو شو حيصير فيه بالمرض بالمستقبل، تمام؟ يعني لوين ماشي المرض، لوين متجه؟ إذا كان عندي مثلا إني أنا بدي أعمل further investigation، أو إنه المريض بده إياك تعمل له مثلا فحوصات أكثر وهو مش متأكد، يعني تمام؟ options for treatment، شو خيارات العلاج المتوفرة، شو هدف هذا التريتمنت اللي بدك تعطيه، details of procedure، لازم تعطيه كل تفاصيل العمليات اللي هو العملية اللي هو بده يدخلها، تمام؟ how the patient should prepare for the procedure، كيف بده يجهز حاله للبروسيجر، شو حيواجه بعد البروسيجر. For each option explanations of the likely benefits، وانت تحكي له مثلا عن خيار كل علاج لازم تحكي له منافع كل واحد، احتماليات نجاحها، اوكي؟ ولازم تحكي له برضه عن serious or frequently occurring risks، يعني زي ما بدك تحكي له عن المنافع لازم تحكي له عن المخاطر اللي ممكن تواجهه. How and when the patient's condition and any side effect will be monitored or reassessed، متى يعني حيرجع يراجعك المريض. The name of the doctor who will have overall responsibility، مين الطبيب المسؤول عنه، وبرضه لو كان هذا الطبيب مسؤول عن تيم، يعني تيم كامل مسؤول عن الحالة، لازم كل النيمز تبعون السينيور ممبرز لازم تحكي له اياهم. ولازم تحكي له برضه اذا في اطباء مقيمين حيشتغلوا مثلا عليه ولا لا، او ان هم موجودين بالعلاج، يعني مثلا لو ضمن هاي المجموعه كان في عندي تريننج، اوكي، دكتورز ان تريننج، فبيجي بسالك المريض انه هذول مثلا هل راح يشاركوا بالعمليه ولا بس حيكونوا متفرجين او ما الى ذلك، فلازم تحكي له انت شو وظيفتهم حتكون. لازم تكون تذكرهم انهم بيقدروا يغيروا رايهم، يعني لو حتى لو وافقوا وبطلوا بدهم بعدين عادي بيقدروا يغيروه. وما تزعل لو حكى لك انه انا بدي اروح اشوف سكند اوبينيون من طبيب تاني، مش شرط انه هو مش واثق فيك بس هو هيك حابب يتاكد. والديتيلز اوف كوستس اور تشارجز، اعطيه تفاصيل الماليه كمان، تمام؟ ممكن ما يكون عنده القدره عليها، فهذا الاشي بياثر هل هو حيوافق على العمليه او لا. النون ماليفيسنس اللي هي مبدا عدم الاضرار بالمريض. It asserts an obligation within the healthcare providers not to cause harm. تمام؟ Not to cause harm. ركزوا عليه. مش هسبب له ضرر. مش هسبب له أذية. Okay؟ هو إلزام لإلك. طبعاً هذا دائماً. هلأ حنشوف إنه هاي أولويتنا الأولى دائماً، إني أنا ما أسبب ضرر للمريض. كيف يعني؟ شو بتتضمن؟ إنه أنا do no harm. Okay؟ يعني أنا إذا اشتغلت إشي حاول ما أذي، وإنه على الأقل حتى لو اني انا بعرفش ما اروح احاول، على الاقل خلص اقعد، لو انك تعرفش احكي بعرفش، يعني انه ما تعملش شيء ابدا. Don't kill، اكيد ما تقتله، ما تسبب له الم. Incapacitate others، ما تسبب له مثلا اعاقه او ضعف او ما الى ذلك. Not cause offense to others، ما تهينه. Deprive others of the good of life، يعني ما تحرمه انه من المتعه الجيده للحياه او من النظره الجيده للحياه، تمام؟ تحكي له انه انت مريض سرطان ودرجه رابعه مش عارف كيف بتضحك، خليه يضحك، يعني شو بدك فيه. Don't cause any action that makes less of others، ما تنتقص من قيمته ابدا.
في عندي أنا بدي أقارن دائما ما بين two obligations، اللي هو أول obligation اللي هو obligation not to harm، تمام، ما أسبب للمريض أذى and not impose risk of harm on others، تمام، اللي هو هذا مبدأ النون ماليفيسنس، عدم الإضرار. في عندي obligation to help others، إني أقدم لهم منفعة. شو يعني أقدم لهم منفعة؟ يعني ال benefits، providing benefits، okay. As a standard, the refraining from causing harm to anyone is always a major priority. شو دائما أنا مبدأي الأول حكيت لكم اللي هي non maleficence، إني ما أسبب ضرر للمريض. So in non maleficence, not to inflict harm and intentional abstaining from actions that cause harm. Okay. إني ما أسبب له أذى وإني أبعد عن أي عن أي فعل ممكن يكون خطير عليه. والبنفيسنس إني أقدم له المساعدة وأحسن من صحته. لو بدنا نيجي نحكي عن الكونسبت اوف هارم، شو يعني انه الهارم، شو الضرر؟ طيب هذا ممكن يكون فيزيكال وممكن يكون سايكولوجيكال دامج، تمام، ممكن يكون عادي يعني فيزيكال فيزياء، ممكن يكون نفسي. الفيزيكال زي مثلا البين، تسبب له الام، تسبب له اعاقه، ممكن تقتله، ممكن تسبب له منتال هارم، ضرر بالدماغ، تمام. وممكن زي سايكولوجيكال انجستس توورد اذرز، انك انت ما تعدل، يعني ما تكون عادل تجاهه. الفيوليشن، انك تنتهك حقوقه، تمام، فيوليشن اوف اذرز، رايت. وات از ذا ريسك اوف هارم، اللي هو انت ما سببت له ضرر فعليا بس انت حطيته بموضع، يعني موضع خطر، انه خطر انه يتضرر، اوكي. انه هو ما يعني not can be harmed unintentionally، انه انت بتسبب له مرض مش بقصدك، تمام، من خلال انك انت بتعرضه لضرر. كيف يعني؟ ممكن مثلا اجاك مريض انت مضطر انك تعطيه بنسلين، مريض دواء، والبنسلين في كتير ناس عندهم حساسية منه، وانت رحت اعطيتهم اياه بدون ما تسأله هل عندك حساسية او لا. هذا الاشي غلط، انت هذا ممكن انه يتهمك بالاهمال، انك انت ما سألته، ما كنت يعني مهتم من هاي الناحية، وانت هيك سببت له ضرر، اوكي. النيجليجنس اند مال براكتس. نيجليجنس اللي نحكي عنها اللي هي الاهمال. شو يعني اهمال؟ اللي هي كيرلسنس اوف ا هيلث كير بروفايدر، يهون يكون الطبيب غير مهتم، غير مبالي، ولهذا الإشي ممكن يؤدي لمال براكتس، يعني إنه سوء ممارسة لوظيفته، تمام؟ فإذا المال براكتس اللي هي negligence in which professional standards of care have not been followed، يعني سوء ممارسة المريض. كيف بتصير؟ عن طريق إنه هو يهمل ال standards of care، تمام؟ إنه هو ما يلتزم بالسلوكيات اللي المفروضة عليه. يعني negligence is as a term applies to all forms of failure to meet the obligations of non-maleficence. إنه أنت ما التزمت بالتزامات إنه not to do to do no harm. Okay؟ لازم أنت ما تسبب له مرض، فأنت ما قدرت إنه تمنعها عنه، فأنت هون تعتبر يعني تتهم بالإهمال. Okay؟ البنفيسنس اللي هي مبدأ المنفعة. It, يعني هي may suggest mercy, kindness, charity and all forms of action intended to benefit other persons. يعني أي شيء لطيف، عمل خير، أنت بتفيد في الشخص اللي أمامك. وهو بتضمن مبدأين، بتضمن ال positive beneficence اللي هو beneficial actions، إنك أنت تعمل عمل مفيد، تمام، بتقدم له شغلة مفيدة. وال utility اللي هي أنت لما تيجي تقدم هذا العمل، إنك أنت تكون موازن ما بين benefits وال inadequacy, fault or limitations، تمام، ما بين المنفعة وما بين أي خطأ ممكن يصير أو ضرر للمريض. طبعاً بتميز الطبيب مع البروفيشناليزم اللي عنده، السكيلفولنس، بتميز بإشي زيادة اللي هو الفيرتشوس بيهيفير، إنه هو يكون عنده عمل خير. يعني مثلاً أنا ما بكفي إني أروح بس إنه والله أنا أوكي ممكن أكون طبيب شاطر وبوصف علاج صح وبفهم بالحالات، بس أروح مثلاً لما أعطي العلاج للمريض أروح أزدت له إياه، أحكي له يلا خذ هذا الدواء. طب إنه لازم يكون أنا عندي أسلوب منيح، تمام، أسلوب خير مع المرضى، حتى هذا الإشي اللي بيميزني عن الـ other ordinary people، تمام، إنه يكون أنا عندي virtuous behavior. أوكي. هلأ أنا بحكي لي إنه دائماً أنا the priority تبعتي not causing harm، أوكي، بس مرات بكون أنا بحالة emergency ممكن، تمام، ومضطر إني أعمل unintended or unavoidable harm can produce major benefit والbenefit is preferred. يعني بيكون أنا عندي حالة، تمام، مضطر فيها إني أعمل أقدم هاي المنفعة. ليش؟ إنه هاي المنفعة بتغطي على الريسك اللي ممكن يصير. يعني مثلا
انا مضطر اعطي للمريض ابره، اوكي؟ طبعا هاي الابره يعني اوكي هي بتوجع شوي، بتسبب له ريسك انه هو بين، بس انا مضطر لانه مثلا هاي الابره ممكن تكون فاكسينيشن، تعطيه مناعه لمده سنوات يعني من مرض معين، هذا الاشي بفيده وبقدر يتحمل الالم لثواني، تمام؟ فلما تكون البنفيت يعني ميجر بنفيت بتغطي على الريسك او الهارم، بختار انا البنفيت وبعطيه، تمام؟ الهيلث بروفيشنال يعتبر سوبيريور، يعتبر متفوق متميز بالادكويت تريننج النولج انسايت اند ميديكال اوثوريتي، لما يكون المريض متعلم متمرن وعنده نظره وحكمه. وبدي تتذكروا شغله انه علاقه الطبيب بالمريض بالاغلب عندنا بتكون paternal way، او هو زي الاب، تمام؟ اللي هو بفكر عنه، بيكون يعني بده يفكر بمصلحه المريض، دائما بيكون هو الاعلى، يعني بيكون بدرجه اعلى، وبيكون زي الأب اللي بيعطيه مثلاً كل الخيارات المتاحة، بعطيه كل الفوائد، بخليه يختار، فإنه بيكون يعني paternal way، بتكون علاقة أبوية. طيب حكينا إنه أنا لازم أنا أوازن ما بين the benefits, the costs and risks. the costs اللي هي الثمن اللي أنا هأدفعه، the resources required to achieve a benefit as well as the negative effect of such benefit. شو الثمن اللي تطلبته هاي المنفعة اللي أنا بدي أقدمها، سواء جهد سواء وقت سواء فلوس، أوكي؟ to achieve a benefit، شو الأشياء الإفكت اللي أنا استهلكتها، الأشياء اللي أنا استهلكتها أو الإشي الثمن اللي أنا دفعته أو النتيجة اللي عادت علي. the risk is the possible future harm or the probability of negative outcome in health, life or welfare. risk اللي هو الخطر، يعني شو احتمالية إنه ينصاب هذا المريض بضرر، تمام؟ يعني بـ negative outcome، شو احتمالية إنه ينصاب بـ negative outcome. لو إجا حكى لك شو types of risk، هذول احفظوهم الأربعة: physical, psychological, legal or financial، تمام؟ عندي أربع أشكال للريسك، الدكتور ذكرهم بالاسم كمان، فإنه حيجيبهم زي ما هم لو بده يجيبهم. لما أجي أنا بدي أوازن بعمليات تحليلية، أهم شغلتين بدي أحللهم اللي هن الـ cost effectiveness analysis والكوست بنفيت اناليسيس. شو بيفرقوا عن بعض؟ الكوست افكتيفنس انا بدي اشوف هون الافكتيفنس، يعني قديش انا عدت بنتائج مش ماليه، ما بتكون ماليه، يعني بنتائج مفيده زي مثلا المونيتمنت نون مونيتري تيرمز ييرز لايف، يعني كم انا كم سنه اعطيت لهالمريض مجال انه يعيش زياده، يعني تمام؟ يعني ممكن هذا المرض مثلا لو تركته انا بدون علاج كان حيموت المريض بخمس أشهر، بالعلاج صار يعني طولت مدة حياته لمدة خمس سنين، أوكي؟ فهذا الإشي يعتبر أنا عادت عليه، بس مش عائدة مالية، هاي تعتبر هاي فائدة مش مالية، إنه هاي السنوات اللي أنا قدرت أعطيها للمريض، أوكي؟ أما الكوست بنفيت أناليسيس، هون أنا الفائدة قستها مش بالمونيتري، هون قستها بالمونيتري تيرمز، مش زي هون كانت نون مونيتري تيرمز، إنه أنا هون شفت كم سنة أنا أفدت المريض فيها، كم سنة أعطيته زيادة على حياته. هون لا، بدي أشوف أنا البنفيت بالفلوس، يعني إنه مثلا أنا مثلا حطيت بأحد المنظمات الصحية إنه مثلا 1 دولار رجع لي 5 دولار، فإنه أنا هون عرفت قديش استفدت ماليا. كيف أسس الريسك؟ تمام، كيف بدي أشوف الريسك تبعي؟ بدي أحلله. أول إشي risk identification، لازم أعرف location of the risk، أوكي؟ لازم أعرف the probability and magnitude of risk، بدي أحدد مكانه، بدي أحدد مقداره، بدي أعمله evaluation. كيف يعني evaluation؟ يعني هل هو مقبول ولا مش مقبول، تمام؟ بالنسبة لل probable benefit، يعني زي ما حكيت لكم قبل شوي عن شغلة الإبرة، لو كانت إنه بس risk تبعي إني أنا أتوجع ألم بسيط، تمام؟ فإنه عادي أنا بتحمله، لأنه أنا the probable benefit اللي حتطلع معي يعني إشي ضخم، إشي بيستاهل، تمام؟ فبعمل risk benefit analysis، بوازن ما بين risk والbenefit. risk benefit analysis هي عبارة عن نسبة ما بين expected benefit للrisk، أوكي؟ والrisk management، كيف بدي أتعامل أنا مع هذا الrisk؟ شو الrespond اللي حأعطيها، تمام؟ اللي هي ممكن أحاول إني أقلل هذا الrisk، reduction or prevention، أوكي؟ طبعاً أنا لو فشلت إني أقدر أقيم بأشياء نظرية، بضطر إني أعمل quantitative methods، أقيس شغلة مثلاً اسمها الـ p-value، تمام؟ بس أعرف إنه ممكن أنا أضطر أعمل quantitative methods.
تمام. لو نيجي نحكي عن الجستس، الجستس اللي حكينا هي المبدأ الرابع، هي مبدأ العدالة. أي مصطلح من هذول بيدل على العدالة، fairness, equitability, unbiased, equality، على الإنصاف، على العدالة، تمام؟ بدي أميز بين الجستس هنا وال مش أعلمكم هاي، أوكي. بدي أميز ما بين الجستس مع الإنجستس، تمام؟ بدي أميز بينهم. أول شيء الجستس هي إنه persons get what they deserve of benefits، إنه كل مريض يأخذ العلاج المناسب لحالته، the right treatment، الإشي اللي هو بيستحقه، تمام؟ وإنه الهيلث كير إنه تكون itself has been distributed in a fair manner، تكون الرعاية الصحية موزعة على الجميع بشكل متساوي. هون أنا هيك حققت العدالة، تمام؟ إني أعطيت لكل مريض العلاج اللي بيستحقه وإني وزعتها بشكل متساوي على الجميع. الإنجستس بكون عندي wrongful act. شو يعني wrongful act؟ هذا فعل أهمل أهمل الـ people benefits to which they are entitled and have right to have، أهمل الـ benefits تبعون المرضى، ما أعطاهم الإشي اللي بيستحقوه، and fails to distribute the services equally. عكس هديك، إن هون ما أعطى الشخص ما أعطى كل شخص الإشي اللي بيستحقه، الـ benefits اللي بيستحقه، وبرضه ما وزع الـ healthcare بشكل متساوي على الجميع equally. الدكتور هون ذكر بالاسم بس الـ justice بتضمن شكلين distributive and material. طيب أنا عندي هون نظام صحي، كيف بدي أحكي إنه هذا النظام الصحي هل هو عادل ولا مش عادل؟ حتى أحكي إنه عادل لازم يكون عنده ثلاث شغلات. أول إشي إنه يكون عندي unobstructed access to decent minimum of healthcare عن طريق الـ universal health insurance، إني أنا أضمن تأمين صحي شامل، تمام، يوفر لكل شخص الـ decent minimum of healthcare، يعني أقل نسبة من الإشي اللي بيستحقه من الرعاية الصحية، تمام، الـ decent minimum of healthcare. ما بحكي لك بدي إشي كتير رفاهية يعني أعطيه، بس على الأقل يعني الأشياء الأساسية، تمام، عن طريق الـ universal health insurance. alter the system of incentives for physicians، إني أحط مثلا نظام حوافز للأطباء عشان برضو هم يلبوا احتياجاتهم، تمام، حتى يكونوا هم مرتاحين عشان يعرفوا يلبوا احتياجات المرضى. construct a fair system of distribution of healthcare، كمان أوزع healthcare بشكل متساوي على الجميع، مش والله أحط مستشفيات بالمكان اللي قرايبي ساكنين فيهم وأترك مثلا المناطق النائية اللي ما عندها رعاية صحية. تمام، حننتقل هلا لموضوع تاني اللي هو الإثكس إن ريسيرش، اللي هي الأخلاقيات ضمن لما أجي أعمل بحث أنا، شو الأخلاقيات اللي المفروض ألتزم فيها. How we make an ethically accepted research، إنه أنا بدي أعمل هذا الريسيرش يكون ethically accepted، مناسب أخلاقيا. أول إشي احفظوا الأشياء اللي بحط لكم تحت الخط، وبالذات هذول اللي تحتهم خط أول إشي بيكون تمام بالنقاط. The primary concern of the investigator should be the safety of the research participant. أول اعتبار إلك زي ما إحنا بالأطباء والمرضى إنه لازم يكون المريض هو اعتباري الأول، بنفس الإشي بالريسيرش لازم الريسيرش participant المشاركين في البحث هم اعتبارك الأول يكون، تمام، وسلامتهم هم اعتبارك الأول، لازم تكون شايف كل الريسكس ومتجهز و be prepared to stop the study if serious unanticipated risks are manifest. لو صار عندي أشياء أنا غير متوقعة، أشياء بتأذي المرضى، لازم تكون جاهز أنت حتى توقف البحث عادي، تمام. Must obtain informed consent from each research participant، لازم تأخذ موافقة من كل شخص مشارك بالبحث، وحاول إنها تكون in writing، تمام، حاول إنها تكون مكتوبة كتابة. Must protect the subject's privacy and confidentiality، يعني لازم تحافظ على خصوصيتهم، تحافظ على أسرارهم. و must consider how adverse events will be handled، لازم تحط كل احتماليات الأشياء اللي ممكن يعني ظروف معاكسة تصير معاك وتشوف كيف بدك تتصرف معها، أوكي؟ لو مثلا شخص تسبب له أذى، سبب له جروح، لو أنت مثلا بتسبب يعني قاعد بتجرب دواء مثلا، حاول إنك مثلا تعطيهم الأدوية ضمن مستشفى عشان يكون في أطباء لو صار أي خطر على المشاركين في البحث. The investigator must strive for clinical honesty regardless of preferences. أنا مثلا قاعد بجرب أدوية، تمام، بجرب دوائين، ما بروح أنا أعطي والله هذا الدواء، تمام، للمرضى عشان أنا بس بدي أبين إنه هذا الدواء هو منيح، لأنه مثلا وعدتني الشركة إنه يعطوني نسبة لو إنه نجح هذا الدواء وتم إثبات فعاليته وهكذا. فإنه لا، أنا بعطيه clinical honesty يكون عندي، تمام، أعطيه ضمن إطارات البحث حتى تطلع نتيجة البحث دقيقة ومقبولة. Components of ethically valid informed consent for research، لما أنا أجي بدي أعطي الـ informed consent، يعني شو المعلومات اللي لازم تكون موجودة بالموافقة هاي اللي بدي أعطيها للمرضى، أوكي، مش للمرضى، للمشاركين في البحث.
بدي أكون كاتب لهم معلومات لازم أكون ملتزم بهاي المعايير. أول إشي اللي هي disclosure، اللي هي لازم أكون must make clear that the study is a research study not clinical therapy. أوكي، مش أحكي له إنه والله هذا العلاج، لازم أكون موضحة إنه هذا research study، يعني أنا قاعد بعمل بحث على هذا الدواء، هذا الدواء مش مثبت فعاليته، تمام؟ إنه أنا قاعد بجرب عليك فعليا، لأنه مو الكل يعني بيوافق، تمام؟ إذا لازم تأكد لهم إنه هو research study not clinical therapy. Understanding، لازم كل مشارك في البحث لازم يفهم كل إشي أنت قاعد عن كل المعلومات اللي أنت عم تحكي له إياهم، ولو ما فهم إشي لازم يعني تعطيه مجال إنه يسألك أسئلة، تمام؟ ويجاوبوا عليه الشخص يكون عارف بالبحث منيح، عارف كل تفاصيله، لأنه بالنهاية أنتوا اللي حتتقاضوا لو صار معاه أي adverse effect على فكرة، فإنه هذا من مصلحتكم إنكم تعطوه كل التفاصيل حتى تكون هاي ال consent valid. Voluntariness يعني لازم تكون هاي تطوع منه، ما أنت تكون مجبره على إشي، ما تحكي له إنه والله أنت لو وافقت إنك تشترك بالبحث معي رح أعطيك الدواء الفعال، أو مثلا أنت مريض بمرض تاني رح أعطيك دواء لهداك بدون مثلا ما أكلفك أو بعطيك إياه free، تمام؟ فإنه لازم يكون voluntary منه، free of any coercion or inflated promise of benefits from participation، تمام؟ إنك ما تعطيه أي وعود إنك تعطيه منفعة معينة إذا هو شارك. Competence، لازم يكون الشخص اللي أمامك عاقل، يكون مؤهل إنه يعطي قرار، يعني مش تروح لواحد مجنون إنه بدي أجرب دواء والله أروح على المصحة العقلية وأروح أخذ من هيك، يعني أخذت واحد عنده اختلال عقلي وخليته يوقع لي ورحت خليته يشارك في البحث، طب ما هي أصلا موافقته هاي مش صحيحة. الكونسنت اللي هي الموافقة لازم ضروري إنه يكون موقع، يكون مأكد لك إنه هو موافق على كلامك، تمام؟ الأحسن إنها تكون in writing. Must authorize his participation in the research study preferably in writing، اللي هو المشارك لازم يأكد إنه هو موافق، والأفضل إنها تكون بال writing. هاي الجملة بالله تنشوها، تمام؟ الدكتور أصلاً ما حكى عنها، اللي هي أنت مثلاً لما تيجي تعمل بحث وفي طفل مشارك فيه، تمام؟ إنه الماينرز بعطوني ما بعطوني consent، بعطوني إشي اسمه زي agree، أوكي؟ طيب شو يعني agree؟ إنه مثلاً لو أنت بدك تعمل على طفل بحث، تمام؟ على أطفال، أنت أخذت الموافقة من أهله، تمام؟ وافقوا لك، هاي consent تعتبرها، ولكن الطفل أنت ما بتقدر تيجي تاخده مثلاً غصب عنه إنك مثلاً تعمل له تعطيه الدواء أو تعمل له العملية المعينة، تمام؟ فإنه على الأقل لازم تأخذ منه agree، إنه هو موافق إنه يمشي معه، أوكي؟ هو ما شرح الدكتور فما تركزوا عليها. Issues in research، في عدة أشياء كمفاهيم بنحكي عنها ضمن research، الدكتور حكى إلها كتير كتير تفاصيل، بس هو بس أعطاكم مفاهيم ومهمين جداً جداً جداً، تمام؟ مهمين جدا، حطيت لكم اياهم بالاحمر عشان تركزوا عليهم، بدي اياكم تفهموهم. authorship، authorship من اسمها authorship اللي هي المؤلف، تمام؟ the process of deciding whose names belong on a research paper، من الشخص اللي كتب المعلومات، من الشخص اللي جمعها، من الشخص اللي دققها، لازم يكون المؤلف مكتوب على الورقه البحثيه، تمام؟ اسم المؤلف. plagiarism اللي هي عمليه الانتحال او عمليه السرقه الادبيه، إنك أنت passing off somebody else's ideas, thoughts, pictures, theories، إنك أنت تسرق منه أفكاره، تسرق منه النظريات اللي كتبها، هاي تسمى سرقة أدبية، أوكي؟ وتنشرها باسمك إنك أنت اللي عملتها، هذا غلط. في عندي إشي اسمه peer review، شو يعني peer review؟ هل أنت لما تكتب ورقة بحثية، تمام؟ وبدك تنشرها بمجلة معينة، فأنت كأوثر، تمام؟ submits a written manuscript، اللي أنت بتودي هاي الارتيكل على الـ for publication in the journal، بتوديها على المجلة على journal editor، هذا journal editor بياخذ هاي الورقة البحثية بيوديها لحدا مختص بالمجال اللي انت كتبت عنه، تمام؟ يعني انت لو مثلا لو كاتب عن مرض معين بيوديها لمختصين بهذا المرض، هاي الورقة منيحة يدققوا له اياها عشان يعطوا يعني يحكوا له، بيعملوا لها ريفيو، بيعملوا لها مراجعة انه هل هي قابلة للنشر او لا، تمام؟ فهي هي البير ريفيو. conflicts of interest اللي هي التعارضات بين المصالح، يعني انا ممكن كشخص انت يعني الاشي اللي كاتبه ببحثك عكس مثلا ما انا عكس، يعني اشي بيعمل لي عكس مصالحي، تمام؟ يعني انا كمثلا كصاحب مثلا صاحب مجلة وعندي شركة ادوية، اوكي، وانت كاتب ببحثك انه احنا مش مضطرين للادوية وبنقدر نتعالج بالعلاج الصيني، تمام؟ او بالاعشاب، انا مش من مصلحتي اروح انشرها زي هيك يعني وانا اخرب على شركتي،
فلما يكون في عندي conflict with their personal interests or obligation، يكون صاحب المجلة مثلا عنده تعارض مع الإشي المكتوب. data management، المعلومات اللي مكتوبة بالبحث لازم يعني يكون لها عدة خصائص. أول إشي ethical and truthful collection of reliable data، إنه أنت تجمعها بشكل صحيح، تجمعها بشكل موثوق لأنه أنت حتنشرها بالآخر والناس حيوثقوا فيها. أوكي، the ownership and responsibility of collected data، لازم مين الشخص اللي جمعهم، مين الشخص المسؤول عنهم، لأنه لو طلع خطأ مين الشخص المسؤول عن هاي المعلومات، مين اللي نشرها. retaining data and sharing access to collected data with colleagues and the public، إنك تشاركها مع زملائك ومع مع البابليك. research miss conduct، إنه أنت لما ما تلتزم بأحد أمور البحث تمام، وإنك تطلع يعني بحث خاطئ، شو ممكن تعمل أنت في أشياء تخرب عليك بحثك. fabrication falsification and plagiarism، plagiarism اللي حكينا اللي هي انتحال أو السرقة الأدبية تمام. الفابريكيشن اللي هي زي تلفيق تمام، فابريكيشن زي تلفيق، يعني انت تخترع معلومات من راسك وتحطها بالبحث على اساس انه هاي صحيحه تمام. ميكينج اب داتا، انت حطيت معلومات من راسك، ريكوردينج او ريبورتينج ذم وتحطهم. فالسيفيكيشن اللي هي مانيبيوليتينج ريسيرش ماتيريالز اكويبمنت اور بروسيسز، انك انت تلعب باجراءات البحث او نتائجه او ما الى ذلك حتى تطلع انت النتيجه اللي بدك اياها تمام. بالتالي الريسيرش اخر إشي not accurately represented، يعني انت لما تنشره بيكون مش دقيق، بيكون فيه خطأ. اوكي، the right of patients to refuse medical intervention، انت مثلا عرضت علاج على مريض والمريض بدون هذا العلاج حيموت تمام، بدون هذا العلاج حيموت، خلاص أقنعته بكل شيء وحكيت له أنه ممكن يموت ووضحت له كل إشي عن هذا العلاج ووضحت له كل إشي عن مرضه، وظل مصر آخر إشي أنك ما تعمل له العلاج تمام. فحتى لو هذا الإشي بده يؤدي لموته، فأنت لازم تحترم قرار المريض هون تمام. patient's decision to withdraw or to withhold the life-sustaining treatment، يعني هذا اللايف هو هذا التريتمنت هو اللي بيخليه على قيد الحياة، إذا هو حب أنه يسحبه ما بده ياخده خلاص، لا تعتبر إنه أنت ساعدته بالانتحار تمام. not considered suicide and physician participation is not considered physician assisted suicide، إنه مرات في مرضى مثلاً بيتفقوا مع أطبائهم إنه مثلاً يحط له شغلة معينة مثلاً تنهي حياته أو هيك، وبتحكم الطبيب قانونياً، بس لا، بهاي الحالة لما المريض عارف إنه حيموت لا تعتبر إنك أنت ساعدته في انتحار، بالعكس أنت أقنعته وحاولت معه وهو اللي مريض، ما عليك أي مسؤولية قانونية. وبهيك نكون خلصنا محاضرة 20 وخلصنا مراجعة المادة كاملة. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى ما نكون قصرنا بالمادة، يعني حاولنا نبسطها قدر الإمكان. موفقين يا رب 2020، شدوا حالكم بالامتحان وإن شاء الله حيكون سهل عليكم. بالنسبة لهذه المحاضرة زي ما حكيت لكم حنزل لكم هلأ الفايل يعني بالأشياء اللي حاملكم عليها هايلايت، وارجعوا كرروهم هم يعني تمام. لو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي اياهم بالتعليقات، وإن شاء الله أنا هكون متابعة معكم وحاجاوبكم على كل شيء، وحندعي لكم ودعوا لنا كمان بامتحاناتنا، وموفقين يا رب.